على الرغم من نقص العدد الاهلي يجيد الشوط الثاني امام بيراميدز ويبقي على النتيجه كما هي بدون اهداف. كابتن علاء، الشوط الثاني بالرغم ان النادي الاهلي لعب ناقص الا اننا فترات كتير جدا ما حسيناش بالنقص دوت. لان النادي الاهلي لعب دفاع متاخر شويه لكن عرف يقفل كويس كل المساحات اللي هي الخطر. وكان في فرص كمان. وكان في فرص للنادي الاهلي بس في فرصه كمان لدود الجباش كانت خطر جدا. اللي هي الكره المعتاده ايمن اللي هي دايما ما فيش تفاهم بين القلب بتاع دفاع النادي الاهلي. لكن قبل ما اتكلم على الشوط الثاني كله يعني كل التحيه لعيبه النادي الاهلي طبعا كلهم بس خاصه اليو ديانج عامل الشوط الثاني ما فيش احسن من كده واحمد فتحي كان كويس جدا كمان. ما تنساش هاني كمان. وهاني طبعا يعني هم الطرفين كانوا هايلين بصراحه واليو ديانج عامل المباراه عوض طرد السليه مجهود مش طبيعي مش دفاع كمان يا ايمن لا مجهود كمان هجومي الوحيد اللي كان بياخد الكوره ويجري بيها مسافات في الملعب هو اليو ديانج سدد زي قويه جدا طلعها مهدي. لكن الشوط الثاني مجمله لا دفاع منظم للنادي الاهلي ومش عيب انك بتلعب ناقص لعيب مع ضد فريق عنده عناصر هجوميه خطر لازم تقفل عليها مساحات. لكن هو المجهود كان زياده هو ده لكن الحمد لله مفيش اصابات ودي كانت الحاجه المهمه اللي كنا بنتكلم عليها المجهود زياده قوي. قول كنت عايز اتكلم على حته النقص العددي فضل. يمكن حته النقص العددي دي فادتنا شويه الشوط الثاني فادتك انك ان انت ممكن تقابل الضغط دوت في ماتش الوداد هناك ماشي بس انت هتقابل الوداد ما هو الوداد مش زي بيراميدز الظروف مختلفه ايمن لكن هقول لك حاجه النقص العددي فادك في حاجه انت بذلت مجهود زياده مضاعف. بس تركيزك كان قوي قوي في حاجتين ما تبقتش كوره وازاي تقفل كل مساحات الخطر اللي ممكن تعمل عليه خطوره انت كنادي اهلي ودي هتفيدك كويس قوي بقى في الماتشات اللي هي عايزه 90 دقيقه عنك ما ترميش زي ما بيقولوا هو النهارده ده اللي استفدت انت منه مجهود زياده قافل مساحات الملعب كله بيبذل اقصى مجهود كله مش عايز يغلط كله شايف المساحات مقفوله كويس قوي تحس ان في مش 10 في 20 لعيب في الملعب وبعدين حاجه مهمه جدا النهارده الشوط الثاني حصل في النادي الاهلي تقريبا كده من غير حد ما يقول لهم لان دي حاجه في لعيبه النادي الاهلي ممنوع الخساره انا مش هخسر النهارده صح. ده كان المبدا اللي لعيبه الاهلي بتلعب بيه النهارده صح. انا مش هخسر النهارده مظبوط طرد مني واحد طرد مني اثنين اي حد انا مش هخسر النهارده ده المبدا اللي نزلوا بيها ايمن الشوط الثاني عشان كده الشوط الثاني تحس لعيبه النادي الاهلي لا مختلفه تماما صح حتى التغييرات اللي بيتغير نازل لا مفيش خساره النهارده انا هبذل اقصى مجهود بس بذكاء ما انا ممكن ابذل مجهود كتير قوي ايمن بس اجري على الفاضي اتعب انما لا انا اجري امتى اقف امتى اتحرك امتى اقفل امتى اقابل امتى هو ده اللي النهارده عمله لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني محمد هاني واحمد فتحي اثنين مميزين لوحدهم خالص اليو ديانج النهارده امتياز الباقي كله مش وحش لكن دول اللي كانوا فارقين معاك قوي في الحته الدفاعيه خصوصا هم الثلاثه صحيح وفي الحته الهجوميه انك ديانج بياخد الكوره وبيقطع بيها مسافات يا اما ياخد فاول اللاعب يقف خالص يهدي الملعب شويه بيعمل كوره خطر لا النهارده كان الروح كانت عاليه كمان جدا ودي النهارده بقى من كنت لسه هتكلم عليها طرد لعيب لا مخلي روحك عاليه روحك العاليه ايمن بتيجي في كلمه واحده انا ما بتغلبش مش هتغلب النهارده هي. عارف انت اللي هو ايه يحصل اللي يحصل مش هتغلب النهارده اللي هو انا لا انا النهارده انا ميت في الملعب بس مش هخسر المباراه بيراميدز بيلعب زياده واحد ما بيلعبش زياده واحد لا تخيل فوق كل ده لو البنالتي جاب بتاعت مجدي انت كنت ممكن تطلع كسبان النهارده صح. لان اداء بيراميدز في الشوط الثاني لو طلع خسران واحد الموضوع هيبقى مختلف خالص خد بالك برضه بيراميدز بيهاجم بس صح. ايه بهدوء شويه صحيح. باتزان انما الشوط الثاني كان ممكن يسيب لك مساحات كتير قوي كان ممكن استغلالها سهل جدا فالنهارده زي ما بقول لك كده ايه ربع بالك واحنا كمان يا كابتن علاء بدايه الشوط الثاني لينا كانت قويه جدا طبعا وشفنا كوره قفشه في العارضه ايمن الشوط الثاني وعملت ملخص انت احسن ما تنسى الكوره شكلك احسن خطوره مفيش غير بس كوره دود الجباس في خطوره دي كده في خطوره جامده قوي للاعيبه الاهلي الحاجه الثانيه كمان روحك في السماء النهارده هو ده يعني رب ضاره نافع زي ما بيقولوا خساره يعني طرد السليه لا تركيز زاد معلش مجهود زاد يحصل استشفاء وكده كويسين لكن كمان انت روحك في السماء ودي مميزات لعيبه النادي الاهلي لما تطرد واحد ال10 بيبقوا 20 انا مش هتعب انا مش هخسر النهارده مساحات لا مش مساحات مقفوله على قد ما قدر لعيبه النادي الاهلي النهارده كله بيبذل اقصى مجهود لكن بتيجي عليك اوقات ايمن برضو ما انت الفريق التاني متفوق لعيب وفريق اكيد فريق كويس لكن لعيبه بيراميدز النهارده مش لاقيين لعبهم عشان انت قافل في اخر 35 يارده كويس قوي قافل يعني عبد الله مش لاقي لعبه مفيش حد لاقي لعبه النهارده جون انطوي لحد ما خرج ما عملش كوره كوره بس جت بدماغه بس وهي دايما يعني الكوره خطر على لعيبه النادي الاهلي النهارده ايمن كورتين بالعرض
ودي لازم يعني لازم تتعامل كويس قوي، لان الكور زي دي ممكن تعدي واحده، لكن الكره الثانيه لا ممكن ما تبقاش تعدي كده سهل. لكن النهارده كل التحيه لعيبه النادي الاهلي، مجهود ممتاز، وطبعا زي ما ذكرت انا محمد هاني احمد فتحي والو ديانج. عايزين ننوه بان نادي الرجاء الرياضي المغربي فاز ببطوله الدوري بعد فوزه النهارده على الجيش الملكي المغربي. كل التحيه وبنبارك لفريق الرجاء الرياضي بعد صراع كبير جدا مع الوداد ونهضه البركان. كابتن محمد، ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني؟ وكنت عايز اتكلم برضو على التغيير، في تغيير غريب حصل، كنا عايزين نعرف هل حصل حاجه للبادجي، لان احمد الشيخ لما نزل لعب راس حرب، بينما بادجي يعني هو راس الحربة الوحيد اللي موجود، فيعني لو ما حصلوش حاجه ما كانش ليه لازمه بتهيألي التغيير ده. بص يا كابتن، هو خلينا نتكلم، انا يمكن قلت لك بين شوطين لما سالتني وقلت لي ايه موسيماني المفروض يقول ايه او يعمل ايه الشوط الثاني، قلت لك لازم يقفل ويلعب زون لانه عنده نقص عددي، فيبدا يقفل المساحات ورا، لانه صح. لو فتح اللعب هتبقى المساحات واسعه عليه، النقص العددي هيبان بشكل اكتر. وفعلا هتلاقي تيم النادي الاهلي كان على الاقل اقل كل هجمه لبيراميدز، يعني رغم ان بيراميدز ضغط الشوط الثاني كله، يمكن ما فيش غير فرصه قفشه من التسديده اللي باد لك فيها، يعني ما عندوش حظ فيها اللي شاطها، وتسديده اليو ديانج. اللي عايز اقوله ان الاهلي قفل كويس جدا، وانا شايف ان دي سبحان الله زي ما قال الكابتن علاء كده، رب ضرره نافعه، ان جه ضغط على ازاي الاهلي يقفل. يعني خلي بالك لو بيراميدز سوري الاهلي ما اتطردش منه لعيب كان هيهاجم صح، وكان هيلعب جيم عادي خالص، لكن الحته دي خليته يقف مدافع كويس، خليته يرجع يتمركز صح، خليته في لقطات هنجيبها الهجمه كانت بتخلص بتبص تلاقي اللعيبه سبرنت راجعين مكملين وراجعين بسرعه، مجرد بس ان فرقه بيراميدز بتنقل نقله او نقلتين بعرض الملعب كانت على طول لاعبتنا رجعت على طول. ما انا عشان كده بقول للكابتن علاء ان دي بروفا جامده جدا لماتش الوداد، خلقتها الظروف صح. اللي انت حالة وانت ده اتطرد منك واحد معاها صح. اتطرد منك واحد وانت الظروف اجبرتك ونجحنا صح. فيها فدي انا بحيي طبعا اللعيبه زي ما قال الكابتن علاء، ان 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 تم التعامل دفاعيا مع كل الكرات اللي جت للبيراميدز. في طبعا بعض الحاجات يعني كورتين عرضيتين ولا حاجه، واحده كان لجون انتو وجو واحده ثانيه لدوني جباس، لازم نبقى اقوى كمان في الكور العرضيه، تقريبا الاثنين بنفس الطريقه، الاثنين بنفس الطريقه، شالهم ابراهيم حسن، واحده الثانيه شالها غالبا حد بيمينه احمد ايمن اللي هو الباك رايت، احمد ايمن احمد توفيق غير اسمه. النقطه بقى الثانيه اليو باجي خروجه، انت قصدك على اليو باجي؟ ايوه، نزوله وخروجه معناها ان في حاجه، يعني حتى اللي انا عارفينه ان هو في بيشتكي من الكاحل، وانا مع رايك في حته ايه، ان لو هو كان عنده شك في حاجه ما كنتش انزله صح. يعني لو عنده شك، لانه واضح جدا انه نزله في الدقيقه 12 بدل الكهرباء لما اصيب، وبعدين خرجه تاني في الدقيقه 46 ونزل احمد الشيخ. طب هو الوضع الطبيعي في نزول احمد الشيخ ان احمد الشيخ هو اللي يبقى ناحيه الشمال واجاييه هو اللي يبقى راس حربه صح؟ بص يعني اعتقد ان هو عايز يتاكد قوي من 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 جونيور في الحته اللي في الطرف دي، الحته الدفاعيه يعني زي تمرينه كويسه جدا ان جونيور وريني دورك في الحته الدفاعيه وانت بتدافع في الحته دي، عايز اتاكد، لان مهم جدا اطراف الملعب في حته دفاعيه في مباراه الوداد. هو عموما بادجي يا كابتن محمد هو اللي اشتكى من كدمه في الانكر، ما انا بقول لك معنى كده ان ممكن يكون اتخبط خبطه فخرجه عشان ما تزيدش، ممكن يكون كان بيشتكي هو اشتكى ايا كان، يعني من ضمن الخسائر، يعني انا حتى كاتب عندي اصابه كهربا واليو باجي اكبر الخسائر النهارده. انا شايف النادي الاهلي ما فيش اي حاجه، يعني بصراحه لعبته بيلعب حوالي 55 دقيقه من الدقيقه 39 او 38، داخل في 60 دقيقه تقريبا صحيح. داخل في 60 دقيقه بيلعب ناقص عددي مع فريق تقيل، فدي طبعا نحييهم بشكل كبير جدا، اتبذل مجهود بشكل كبير جدا، اطمنت على دفاعك بنقص عددي ودي حاجه مش سهله، بيأدوا بشكل يعني ممتاز.
يعني انا شايف ان كل المباراه النهارده ايجابيات رغم ان انت ما كسبتش، انت خدت نقطه، لكن يعني بحييهم عليها بصراحه، لان كانت يعني المباراه كانت صعبه، صعبت على النادي الاهلي بطرد عمرو السوليه. مزبوط. الحاجه الوحيده بس السلبيه هي اصابه كهربا واليو بادجي. في نفس الوقت كمان يمكن هضيف بقى اخر حاجه هي عمرو السوليه. عمرو السوليه راجل عنده خبره وراجل لعيب كبير، وانا عارف كويس قوي ان مش شخصيه عمرو السوليه يلعب اللعبه دي، يبقى متعامل قصدك. لكن الفار يا كابتن لازم نتعامل مع المتغيرات السريعه اللي حصلت في الفتره الاخيره. انت دلوقتي الاهلي او مش الاهلي، عموما الدوري المصري ما كانش بيتلعب بفار. أيه. فاهم قصدي ازاي؟ فكانت حاجات كتيره جدا بتعدي زي اللي انت شايفه ده، كانت بتعدي وتفوق وضربات جزاء بتعدي وجوان اوفسايدات وحاجات كده. النهارده الراجل بيعيد كوره واثنين وثلاثه ويفضل يشوفها. لازم اللعيبه تغير على طول، والاجهزه الفنيه لازم تكلمه في الحته دي. ان انت بتلعب يعني حذر جدا، حذر جدا. انت طالع في الهواء بتلعب كوره، ايه لازم الكعاني؟ بس هو كابتن يوسف بعد اذنك، هو 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 نازل عدم توازن، ما كانش يعني مش شايف حتى. انا عندي سلامه نيه، عندي سلامه نيه بالنسبه للسولي. عارف لو في لعيبه كابتن، انت عارف في لعيبه لا معروف عنهم بيعمل فاولات. أيوه. عند في لا احنا يعني معروفه كلنا لعبنا كوره وعارفين في لعيبه بتطلع في الهواء بتستخدم دراعاتها، بتستخدم كعانها. في لعيبه في الارض مثلا، كره على الارض بتلاقيه يعني عارفين احنا كويس قوي، نعرف نميز ده قصد ولا مش قصد. وانا عارف كويس ان السولي، بس الفار ما بيديش حكم على النيات. صحيح. انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا ما بقدرش مثلا ايه كابتن علاء ميقوب ده عمره ما عمل فاول. صح. ده كذا كذا. صح. لا فوت له دي، هو بيتعامل مع حاله. مين صاحبها؟ مين صاحبها؟ مظبوط. فلازم نخلي بالنا ليه؟ لان الفار ممكن يضرك في حاجه زي كده. يعني مباراه زي الوداد، مباراه زي ان شاء الله مثلا تطلع النهائي ان شاء الله، الحاجات دي بتفرق قوي، التفاصيل الصغننه قوي، انك تلعب ناقص حتى لو 10 دقايق ربع ساعه. فلازم اللعيب ياخد باله قوي. يعني انت نازل على الارض وانت بتلعب، طالع في الهواء بتلعب، وانت داخل مثلا بتضغط على واحد، الحاجات دي مهمه جدا، لاني بتتعاد الكره مره واثنين وثلاثه، فدي بتبقى مشكله. كابتن عادل، يمكن النهارده برضو حسينا للماتش الثالث على التوالي بروح النادي الاهلي اللي النهارده ظهرت بالرغم من الظروف الصعبه دي، بتخلق طبعا مواقف صعبه، انما احنا شفنا النهارده روح النادي الاهلي زي ما قال الكابتن علاء ظهرت، وخصوصا بعد النقص العددي. انت كان ليك تخوف قبل المباراه في بعض الحاجات وانت كنت محق فيها، ولكن ممكن يكون رؤيه الراجل ان مستر موسيماني ان هو عايز يشوف اكبر مجموعه من اللاعبين اللي هتادي مباراه الوداد المغربي. خلينا نتفق ان احنا اول مباراه لموسيماني اتكلمنا في نقطه ان هو عنده مشكله في ان هو عايز يشوف اللعيبه، وفي نفس الوقت عايز يوصل لعيبه مباراه الوداد في احسن حاله بدنيه واحسن حاله فنيه، وفي نفس الوقت ما يخسرش حد قبل مباراه الوداد. احنا اتكلمنا كده في المباراه من مباراتين، يعني من اول مباراه ليه اللي اعتقد كانت مباراه المقاولين، من اول مباراه اتكلمنا في النقطه دي. ودي حاجه صعبه برده عشان برده نبقى منصفين، ما ينفعش ان احنا يعني هو الراجل ممكن في حاجات لو عملها هنقول عليه 100 100 وكويس جدا، وفي حاجات لو عملهاش هو غصب عنه. صح. وفي حاجات غصب عنه برده هو محتاج برده يشوف، ومحتاج ان هو يبقى على درايه كامله، محتاج يشوف مواقف جوه الملعب ده ما نقدرش نتكلم عليه. فهو بصراحه هو في وقت في موقف صعب، موقف ان هو انت انك تكون الفكره او تكون الرؤيه الكامله للفريق، الامور فيها شويه صعوب. وكمان بالذات عندك لعيبه لسه راجعه من اصابه، ولعيبه بقى لها كتير بقى لها كتير بتلعب، لعيبه عندك لعيب في منتخب، ولعيب يعني في مش يعني عنده حاجات كتير هو بيشتغل عليها. والنهارده كمان مباراه صعبه ليه، ولكن في ليها كل حاجه، ليها ايجابيات وليها سلبيات. السلبيات اللي اتفقنا عليها ان احنا في اصابات، وان شاء الله يبقوا موجودين معانا، يبقوا حتى لو ما لحقوش يلعبوا مباراه كامله يبقوا موجودين، يبقوا اوراق رابحه معاك، وده وارد. والحاجه الثانيه ان في صفر في خلال 5 ايام، وفي مجهود عالي. انا شايف المباراه النهارده رتمها اعلى رتم مباراه حصل في الدور الثاني كله. صح. ودي المباراه النهارده تصنف ان انت اكنك لعبت مباراتين. صح. انك لعبت مباراه قدام فرقه تقيله بتشتغل كويس جوه الملعب، عندهم حلول فرديه كويسه، مباراه ليها حساسيه كمان جوه الملعب بين اللعيبه وعلى مستوى الجماهيري. فمباراه صعبه فيها شد عصبي، وفيها ان انت مش عايز تخسر، وفيها ان انت عايز تكسب المباراه. دي حاجات كتير جدا لازم نخليها في حسباننا، واتمنى ان شاء الله يا رب اللي يكون فيه استشفاء سريع
في الفتره الجايه ويكون التمرين مناسب لمباراه الوداد، ان في استشفاء وفي حتى لو في حاجات هتتغير يبقى ليه علاقات بالحاجات فنيه بس او خططيه على السبوره. اعتقد هو ده دي الفتره الجايه، وقت الشغل قليل يعني. قدر يتعامل كويس مستر موسيماني مع النصر عاد الشوط الثاني ده دي ده احنا اتكلمنا في شق الشق الثاني. الشق الثاني انا شايف ان هو شابولي في الاستحواذ، انا شايف ان هو مصر ان اللعيبه تعمل استحواذ حتى وانت ناقص عددي، بتطلع بالكره كويس جدا. ديانج طلع بالكره هو قفشه كتير جدا، يمكن وجود كمان قفشه مكان السوليه ساعد شويه في ان انت تعرف تخرج بالكره كمان في مواقف طلعت بيها بشكل كويس. في حاجات تانية من الايجابيات ان انت للمباراه الثالثه على التوالي الحاجات اللي في ظهر الديفنس قلت ودي حاجه كويسه جدا، وبقى عندك شيب دفاعي. الشيب الدفاعي ده مش حاجه سهله، بس عايز اقول لك حاجه، ده ممكن يكون نتيجه النقص العددي فعشان كده احنا وقفنا صح. لا 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 من قبل ما كهربا يطرد في كذا يعني لو يجيبوها لنا في كذا صوره في كذا كادر جاب وقفتنا 4-4 وقفشه وكهربا 4-4-1-1 الوقفه المثاليه، وكمان الكره كانت ناحيه شمال لبيراميدز الشوط الاول وكمان الكره كانت ناحيه شمال لبيراميدز، فالوقفه كانت وقفه مثاليه. الاربعه موجودين، وحتى لما الكره ترحلت الكره دي اعتقد كانت عند حمدي وترحلت لاحمد توفيق او ترحلت لمحمد فاروق، والثمانيه رحلوا بشكل كويس. ودي برضو انا شايف ان دي ده شغل مدرب، خلينا برضو نبقى فير وان احنا منصفين للراجل. لا في حاجات اتغيرت جوه الملعب، بيش بقى ليك شيب دفاعي الاول، قبل كده احنا ما بتعرفش تضغط امتى، وقت الضغط ساعات بيبقى عشوائي او مش مرتب. مزبوط. في وقت يعني احنا ممكن نكون طلعنا مباراه او مباراتين بس الشكل الدفاعي في الترحيل كان كويس، لكن بقيه الماتشات ممكن مش هتلاقي حاجات منظمه جوه الملعب. ولكن خلينا لا لما بتتكلم ان راجل في خلال ثلاث مباريات عمل لك شيب دفاعي، شيب دفاعي صعب، خلي بالك مش من الحاجات الصعبه انك تحفظها الفرقه حتى لو كانت امكانياتها كبيره. اللعيبه بتستوعب كل حاجه بس بسرعه، لا دي حاجه كويسه. وفي نفس الوقت وانت شغال يعني حتى ما تجيب الاحصائيات هتلاقي الحاجات اللي انت الحاجات الاول تارجت، هتلاقي ان الاهلي اعلى. ايوه هتلاقي ان الاهلي 5-9 وبيراميدز 3-8. ايوه فانت كمان برغم النقص العددي انت عندك فرص اكتر. صح. هو ممكن تكون مش باينه لكن على فترات. مظبوط. فدي حاجات ايجابيه كتير جدا، واكتر حاجه مطمنينا شخصيا ان هو بعد الطرد انت عرفت تقف. صح. في حاجات صغيره ما ينفعش تحصل، ولكن النهارده فرقه كبيره، خلي بالك فرقه بيراميدز. صح. انا مش هقول ان هم احسن من الوداد، ولكن فرقه لو انت موجوده معاك في بطوله افريقيا لا تصنفها زيها زي الوداد. صحيح. وزي الرجاء وزي الزمالك وزي صن داونز، فرقه كبيره. صحيح. وفيها اسماء تقيله، فانت نجحت في اختبار انك قادر تقف دفاعيا قدام فرقه زي بيراميدز، فرقه محترمه، عشان برضو ما نقولش ان في بنط كتير فالاهلي ما يلعبش كده بالرغم من النقص العددي. لا في عندك نقص عددي. صح. وتعاملت معاه بشكل كويس، وبيراميدز فرقه كويسه، فانا شايف ان في اجابات كتير جدا. انا شايف في حاجات ايجابيه كتير، ولكن ليا في ملحوظه صغيره احنا محتاجين نشتغل عليها كتير، ان احنا جوه الملعب كمان محتاجين ان احنا نبقى اشرس في الكلام. اشرس مش في اللعب، في اللعب احنا عندنا شراسه. لكن جوه الملعب في الماتشات الكبيره، الماتشات الكبيره اللي كانت بجمهور زمان ما كانش حد بيسمع حد. صح. المدرب بره ما فيش حد من اللعيبه بيسمعه، اللعيبه هي المدربين جوه الملعب. صح. هو اللي بيحرك وفي حاجات بالعينين باشارات جوه الملعب، تنزل شويه تطلع 5 متر تنزل 10 متر. الماتشات دي هي اللعيبه الكبيره كده اللي بيفرق بين اللعيب الكبير واللعيب العادي اللي في الانديه الثانيه، هو ده عنده شخصيه جوه الملعب. وجود قائد في الملعب برضه ضروري يا كابتن عادل. ما هو ده انا بتكلم فيه، ان احنا محتاجين ان احنا في حته جوه الملعب دي دي توصلك لمرحله اعلى. أي. توصلك لمرحله اعلى من تركيزك، توصلك مرحله اعلى في اوقات جوه المباراه. انت خلينا بس نتفق ان غياب الجمهور مؤثر تماما على فرقه الاهلي طبعا، وكل الفرق الكبيره اللي بتلعب من غير جمهور زيها زي اي حد. أي. بفارق الحاجات الفرديه والحاجات الجماعيه اللي بتعمل جوه الملعب، لكن الفرق الكبير اللي كان قبل كده مش هيبقى موجود. بص كل الفرق الكبيره مفيش فروق، يعني شوف في برشلونه وريال مدريد عادي الماتشات بتاعتهم طالما مفيش جمهور اللي بيساندك في حاجات ناقصه. فالحاجات دي يا اما بتيجي بره الخط من مدرب يا اما بتيجي من جوه من اللعيب. فاحنا لا الاهلي فيه النهارده حاجات ايجابيه كتير، حاجات شغالين عليها كويس وممكن نبني عليها. انا شايف ان ده يتبني عليه باستشفاء كويس. انا شايف انا 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 واحد من الناس كنت متخوف من حاجات دفاعيه. أيوة. لا النهارده لا في شكل كويس، في شيب كويس جوه الملعب يديك طمانينه ان انت تقدر تبني عليه بشكل كويس الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. كابتن هاني احنا زي ما قلنا ان النادي الاهلي عمل مباراه جيده النهارده، لكن اكيد الاداء الهجومي اتاثر بالنقص العددي بتاع عمرو السولية. اكيد طبعا. كويس ماشي.
الشوط الاولاني احنا شفنا لما بدانا المباراه ان كهربا هو اللي دخل في قلب الملعب. دي كانت مفاجاه لينا، احنا كنا متوقعين ان اجاي هو الفرق بالظبط. فهل ده يكون او ده كان، لان احنا مش عارفين كهربا اذا كان هيكمل ويكمل ماتش الوداد ولا لسه. ماشي، المهم هنتكلم في الموضوع دوت، ولكن بعد انت بختك معايا دايما كده معلش، بعد ما نروح للمؤتمر الصحفي لمستر عثماني وهنشوف هيقول ايه عن المباراه. والله ما حلمسه عشان خاطر بس ما تحطوش جوه بقي يعني. بص اوكي طب يا شباب، اخر مره كانت خناقه. بكره 9:30 9:30 ان شاء الله. جاهزين؟ ماتش صعب بالنسبة لنا الليلة دي. From the last two games, you can see that the openings were much stronger than the last two games. طبعا لاحظتوا النهارده ان الخصم بيلعب قدامنا كان اقوى من الخصوم في الماتشين اللي فاتوا. But Ali played okay, played well. لكن الاهلي بيلعب كويس، ما فيش مشكله. Played with the spirit. وبنلعب بالروح. Tactical discipline. وملتزمين خططيا. And not conceding a goal for the last three games. والاخر ثلاث ماتشات ما دخلش فينا ولا جول. Okay, disappointing that we did not score tonight. طبعا للاسف احنا محبطين ان احنا ما سجلناش هدف النهارده للاد يعني. But overall we played we played like a united team, strong team with good spirit. بس بلعبنا بشكل احنا كنا مع بعض متحدين، كنا في روح ما بيننا وكان روح كويسه بين اللعيبه، كنا بنلعب كواحده واحده. Irrespective of the red card we got too early in the match. طبعا في كارت احمر خدناه بدري جدا في المباراه. But our tactical discipline helped us. لكن التزامنا الخططي ساعدنا في نتيجة المباراة. And what's more important is we tried to win the match. والأهم من ده كله إن إحنا حاولنا نعمله خلال المباراة. We created opportunities to score. خلقنا فرص، جات لنا فرص إن إحنا نسجل. Yeah, but I like the mentality, the discipline. حبيت الحضور الذهني والسلوك اللعيبة، التزامهم في الملعب. And tactical organization is very important and discipline. والتنظيم الخططي كان مهم جدا، والالتزام كان مهم جدا. طب اوكي اتفضل. محمد عصام انا بس عايز اسال سمين على موضوع الاصابات النهارده. يمكن النهارده في صابت علي بدري و اول سؤال يا استاذ محمد عصام كان ايه؟ كهربا you saw he came out with a stretcher. شفت طبعا كهربا خرج من تشيل. And Baji was a tactical change. قلت سؤال كان عن الاصابات، خروج كهربا وباجي خارجين مصابين، فهو قال له زي شفته كهربا خارج من تشيل كان مصاب، لكن تغيير باجي كان تغيير خططي يعني. So we are one man short. 10 against 11. بنلعب لعيب ناقص، كنا بنلعب 10 قدام 11. You can't play it like 11. وإذا نلعب نأدي كأننا 11 قدام 11، طبعا ما كانش ينفع نلعب يعني، طبعا بيبقى في قصور ان احنا نلعب 11 قدام 11، بس ادينا كويس. And the positive side out of this is you lose a player with a red card very early. الجانب الايجابي ان لما خسرنا لعيب كارت احمر بدري. Yeah,
and you lose an important player like Karaba on very early on the match. وبرضو لعيب مهم زي كهربا يتصاب ويخرج بدري جدا في وقت زمن المباراة. So it was very difficult for us. The first half was very difficult for us. صعب الماتش، صعب الشوط الأولاني جدا بالنسبة لنا. كان الشوط الأول صعب جدا بالنسبة لنا. The second half they gained confidence. They started to play to go forward. الشوط الثاني كسبنا، لعيبة اكتسبت ثقة وبدأت تلعب وتطلع لقدام، تزيد لقدام. Unfortunate that Afsha missed a penalty. للأسف أفشا أهدر ضربة جزاء. I wanted him to score the ball that hit the bar, the post. للأسف كان نفسي برضو يعني يرجع نفسيا لو كان سجل جون حط كرة جت في العارضة للأسف. It would make him feel better. كانت هتخليه نفسيا أفضل، كخليه أفضل يعني إحساسه أفضل عشان هو طبعا كان متضايق عشان ضربة الجزاء الأخضر هي. But he played very well. لكن هو لعب كويس جدا بصرف النظر عن ضربة الجزاء الأخضر، لعب كويس جدا. And he's been playing well for us. ولعب كويس للفريق. And I spoke to him, so I can see that he was a little bit down. أنا كلمت معه شوية حسيت إنه محبط شوية. But I tell him I've seen Maradona miss penalty, I've seen Baggio miss penalty. شفت مارادونا وباجيو بيضيعوا ضربات جزاء عادي. ميسي miss penalty. وميسي ضيع ضربة جزاء برضو طبيعي. رونالدو we can mention. رونالدو كل أسماء اللي ممكن تقولها النجوم كلهم أخذوا ضربات جزاء. It's normal. ده شيء طبيعي في كرة القدم. آخر سؤال. We didn't lost the title tonight. But it doesn't give us an advantage. هو السؤال اللي كان بيقول إن هو الوداد النهاردة خسر لقب الدوري، رجاء كسب في آخر دقايق، في آخر 10 دقايق، يا ترى حاجة زي كده تدينا أفضلية أو حتة نفسية؟ يعني الوداد هيلعب يكون محبط شوية، فبيقول ده مش هيمثل لنا أي أفضلية. If you look at those things, you go with the wrong mentality there. لو انت هتروح بالفكر بالطريقه دي هتروح انت ذهنيا بتفكير بطريقه خطا، ولا تروح هناك وانت مؤهل ذهنيا غلط. عندنا شغلنا هنا المفروض نعمله دورنا بس تشتغل، بس تعمل شغلك ما تبصش. And congratulations to my friend Jamal. وبيهني صديقه جمال coach of Raja. المدرب الرجاء المغربي رجاء زبان. And thanks to you, I did not know. وبيشكرك ان اديته المعلومه، ما كانش يعرفها وكان في المباراه ما كانش عارف. اتفضل يا فندم. Today we saw all the bad things happening to the team. Every injury, every red card, missed penalty. How did you take the lessons from that before your trip to Qatar? Yeah, it's football teaches you many lessons. هو سؤال برضه عشان لحد ما حد سمع بيقول النهارده حصل احداث كتيره سلبيه في الشوط الاولاني، كارت احمر واهدار ضربه جزاء ويعني واصابات، فيا ترى اصابه كهرباء وخروجه ده حاجه زي كده طبعا ايه بتطلع منها دروس؟ ايه الدروس المستفاده من حاجه زي كده قبل ما تسافر كازابلانكا عشان تلعب مع الوداد؟ Our jobs are difficult. We are, that's why we are coaches. We must help the team in these difficult conditions. احنا طبعا بنستفيد بنطلع دروس كتير من كره القدم. احنا دورنا كمدربين ان احنا نفيد الفريق، نعلم اللعيبه. You need to remain calm. عايزين نحافظ على الهدوء. And make the players feel confident that there is no problem. نخلي اللعيبه عندها ثقه دايما. We have challenges. في لحظات التحدي او اللحظات الصعبه بتدي اللعيبه احساس ان ما فيش مشكله، يبقوا هادين، ما عندهم تحدي يقدروا يعملوا. يعني يهدي اللعيبه في الاوقات الصعبه وديهم ثقه. Since I came here, I've never had it easy. It's either somebody's injured or suspended or something. Everything happens. One day I'll have it nice. منذ قدومي هنا ما فيش حاجه حصلت، يعني كان دايما في اصابات كتير وده ايقافات وحاجات زي كده. ما فيش حاجه، ما فيش ماتش في يوم من الماتشات كان حصل من غير مشاكل، من غير ما كان يوم كويس. كل ماتش ما جيت كل ماتش بخسر لعيب، لكن بنكمل على طول، ما بنحتاجش بالظبط، ما بنشتكيش يعني. اتفضل يا فندم. But the bad finish in front of the car and the side of the guy, it was dead all the time. What is the cause? Why Ajayi was not present? Say it again. We reached the goal and in front of the goal. We had many opportunities but missed all of them. Why? And the second question, and the side, the left side of the junior Ajayi was dead all the game. What is the reason? No, I don't think. You think Junior did not play good?
انت شايفه هو السؤال كان فيه فرص كتير للمرمى وتم اهدارها، عايزين نعرف ايه السبب. بتقول ناحيه الشمال ناحيه جوني اجاي كانت ميته طول الماتش، ايه رايك؟ فهو بيقول لك انت شايفه انه لاعب وحش ما لعبش كويس. نورمال ات هاز بين اور سترونج سايد وير احمد فتحي جونيور في العادي دي الناحيه القويه، عندها الجانب القوي، عندها الطرف اللي هو فيه احمد فتحي وجوني اجاي قدام. يعني اف علي مالول از كامينج از باك از بيتر، علي معلول لما يرجع طبعا هيبقى افضل. جونيور فايت فور ذا تيم، لكن جونيور لاعب وحارب الفريق يعني. سو اي اتس اولويز بيتر تو كومبلين اباوت ميسينج ذا تشانسز، بات اتس ورس وين يو دونت كرييت ذا تشانسز. وبيقول حضرتك جونيور كان بيقاتل الفريق، بيقول لك طبعا افضل ان انت تشتكي او ننتقد ان انت ضيعت فرص احسن ما نقول ما فيش فرص اتعملت اصلا من الاول، ما تخلقش فرص اصلا في المباراه. Especially against a big team like Pyramids. خاصة امام فرقة كبيرة زي Pyramids. And 10 against 11 for. و10 قدام 11 لعبنا ناقصين. 65 minutes. أكتر من 65 دقيقة بنلعب ناقصين لعيب. And كهربا coming out. وكهربا خرج مصاب. الخلفية كان عنده مشكلة فيها. خرج مصاب. And Marwan who had the fever. ومروان عنده كان عنده حرارة كبيرة ما كانش موجود معانا. مروان لعيب يعني جاب جونين الماتش اللي فات ما كانش موجود معانا، كان عنده حرارة كبيرة وما جاش. And he's not here. مش موجود معانا النهارده. اشرف also played last week three days back. He's not. وايمن اشرف لعب من 3 ايام كان موجود معانا في الملعب، مش موجود برضه بسبب الاصابه. Marwan is not here. والشناوي مش موجود برضه. عندنا غيابات كتير. So we are a moving car that comes out. Doors, wheels, as it goes. بنزق كوره بزق عربيه، لا في الكوره كان بزق عربيه وبيقع منها بقى زيت وبنزين، بتفتقدي حاجات كتيره من اللي بتفيد المحرك، فطبعا في صعوبه انك تزق. تيم اوف كاركتر. لكن اعتقد الفريق يعني ظبط ده. And they don't concede a goal in three games. وبرده احنا ما دخلش فينا جون في ثلاث ماتشات الاخيره. That's the positive out of it. وده الجانب الايجابي ومفروض يعني نبص له. Next time we score the goals. The chances that we miss, tell him next time we score. The الفرصة اللي انت بتقولي عليها ان شاء الله الماتش الجاي نسجلها. Like the three we scored three days back. زي ما سجلنا من 3 ايام فاتوا سجلنا. I want more. عايز اجوان تاني برضه. اتفضل. سؤال كده بشوف دي. سؤال كده برضه. هو يعني على الاهلي. You played at Ali Stadium, the first stadium and which bet for you and which one you prefer for the next game for the against Wydad Casablanca? No, no, it's a political question. It's not a technical question. هو السؤال، انت لعبت على استاد النيل الاهلي في استاد السلام ولعبت في استاد القاهره، اني افضل بالنسبه لك واني ملعب تتفضل تلعب على الماتش الجاي؟ فبيقول معلش ده سؤال سياسي، انا العب على اي ملعب ما اقدرش اقول لك، انا بقى 8 ايام بس هنا. طب لما يكون في يعني اداره كويسه عشان ناخد قرار مظبوط. انت تحب تلعب فين؟ انت رايك؟ از اسكينج خلاص اوكي. السؤال هو بيقول له انت قلت ازاي، تعاملت ازاي مع قفشه لما اهدى ضربه جزاء، تعاملت ازاي مع بادجي لما خرجته بعد ما نزلته؟ فقال لا ده غير خططي، ده مش making five changes every match. يعني ليه كل مباراه عندي خمس تغييرات؟ But I see Arabi is running in training. No, I said that you have a brave heart. Is that to do something like positive that. Point? It's very good for us. Yeah, but yes, but the boy Arabi is fighting. Yes. And is it Shobi? What's his name? The young one? Shadi Radwan. Yeah. Always running in training. Yes. I see running. So let them play. السؤال الثاني، كان عندك الجرأة انك تدفع دفعت بلاعيبه ناشئين كتير ودي حاجه ايجابيه، فبيقول العربي العربي اترجم العربي بدر بيبذل مجهود كبير وبيقاتل في الملعب، اشوف التمرين وشادي برضو بيجري كتير، اديهم فرصه يجوا ويلعبوا ويتحركوا، ما تخافش احنا ما لمناهمش يعني القرش عشان ياكلوا، اديهم فرصه عشان يلعبوا.
تصريحات متزنه من مستر موسيماني، واتكلم كويس قوي على الروح العاليه والالتزام الخططي للنادي الاهلي، خصوصا هو ناقص لعيب. اتكلم طبعا ان احنا خلقنا فرص وكان ممكن نستفيد من الفرص ديت. اتكلم عن كلامه مع أفشة، وعجبني جدا كلامه مع أفشة خصوصا بعد ضربه الجزاء المهدره. يعني الراجل شايف ان هو كمان في الفتره ديت قرب من اللعيبه قوي، فتره قليله جدا، لكن تحس في الملعب حتى كمان اللعيبه اتغيرت بشكل كبير سواء في الاداء او الروح. كابتن هاني، كنا بنتكلم على النواحي الهجوميه قبل المؤتمر عن الاداء الهجومي للنادي الاهلي النهارده وتاثره بغياب احد العناصر في الشوط الاول اللي هو عمرو سولية بالنسبه للطرد. الهجوم ولا نص الملعب؟ لا لا طبعا الاداء الهجومي تاثر بسولية. تمام طبعا يا كابتن، احنا كلنا متفقين ان احنا يعني التشكيل جانا على اساس ان اسمه اجايه هو الاسترايكر. تمام طبعا جينا لقينا الكهرباء هو الموجود في الملعب، والراجل ممكن اكيد ممكن يكون الكابتن، بس دي اتعملت قبل كده في مباراه. فاكر انت مره في ماتش من الماتشات قلت ان كهرباء هو اللي هيدخل راس حرب؟ مظبوط صح تقريبا. تقريبا ممكن اكيد الراجل سال برده كابتن سامي، واكيد الكابتن سامي اداله معلومات ان كهرباء بيلعب الحته دي ولعبها في منتخب مصر، وكان ولعب في تقريبا في كاس العالم برده لعبها او في كاس الامم تقريبا، فكهرباء لعبها قبل كده. بس بعد اذنك يعني ما كانش موجود جونيور في الملعب، كان جيرالدو كان بيلعب 10 الشحات. كان بيلعب 10 كهرباء كان بيلعب 10. لا 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 اليوم اللي انا قلت فيه ده، اليوم اللي انا قلت فيه كهرباء هيبدا راس حربه او انا متوقع ان كهرباء هيبدا راس حربه، ما كانش جونيور موجود، كان كان جيرالدو وحسين الشحات وحد ثالث وقفشه باين او كده. انا فاكر بس كابتن، احنا لحد دلوقتي برضو ما نعرفش الراجل يعني هيلعب بمين في ماتش الوداد كراس حربه صريح. يعني الراجل لحد دلوقتي يعني انا شايف اللي هو فيه عمليه تمويه، او ان هو الراجل لسه مش عايز يبين اوراقه كلها للوداد. بدليل النهارده كهربا يعني ده تاني ماتش زي ما حضرتك بتقول ان هو يلعب كسترايكر صريح، كلنا كنا معتقدين ان اجايه. لكن طبعا الطرد اللي حصل للسولية طبعا النهارده اثر بشكل كبير على الشكل للنادي الاهلي، لكن كروح كاداء لا، انا شايف النادي الاهلي النهارده يعني شابولي للعيبه النادي الاهلي كلها. مفيش النهارده واحد يعني في ناس مش في مستواها، لكن كروح في الملعب ما شاء الله النهارده مفيش لعيب النهارده ما اثرش في الملعب. اللعبه كلها ادت بشكل كبير جدا، روح عاليه جدا، ثبات في المستوى لحد اخر دقيقه. ودي حاجه تطمنك يا كابتن ايمن ان انت داخل على مباراه الوداد، ده اللي احنا عاوزينه. حتى لو في مشاكل مثلا معينه في في في, في الاداء او في شكل معين، لكن النهارده انت بتتكلم في روح دي حاجه مهمه جدا 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 في المباراه اللي جايه. فانا لما كلمت مع حضرتك قبل الماتش قلت ان انا ما كنتش يعني مش ما كنتش من عايز ان مباراه بيراميدز تبقى في التوقيت ده، لكن النهارده الراجل بصراحه بقيادته للمباراه النهارده وبالشكل اللي هو اشتغل بيه ومع تغيير مش الخطه، تغيير المراكز اللي حصلت وبعد الطرد بتاع السولية، لا النهارده الراجل استفاد كتير جدا 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 من المباراه. حالات كتير جدا النهارده الراجل قدر يشتغل عليها. النهارده في وقفات، النهارده وقفات اللعيبه النهارده احسن بكتير من قبل كده في النواحي الدفاعيه. طبعا النهارده انت كابتن ايمن بتتكلم، انت النهارده مضيع ضربه جزاء والسولية مطرود منك واصابه كهربا وكره في القائم بتاعه قفشه وانفراد للشحات. النهارده يعني حوالي 5 فرص حقيقيين ان انت كان ممكن النهارده يعني او 3 فرص بغض النظر عن طرد السولية وضربه الجزاء اللي ضاعت، انت ممكن تكسب الماتش بسهوله جدا. لكن ظروف المباراه، وهي دي يعني مبارياتنا بتبقى مع بيراميدز بيبقى في عدم توفيق. يعني انا اتفرجت على المباريات كلها بتاعت مع بيراميدز، في عدم توفيق غير طبيعي في مباراه بيراميدز بالذات، ما اعرفش ايه السبب. لكن النهارده الراجل انا شابوه برده للراجل، لازم نديله حقه. احنا خلي بالك احنا كنا متخوفين في الاستوديو من الشوط الثاني بعد النقص العدد ده، حقيقه فعلا ده حقيقه. لا لا اللعيبه نزلت يعني بقى عندهم حماس اكتر من الشوط الاول، ودي حاجه انا مبسوط منها جدا بصراحه، ان اللعيبه النهارده روح عاليه جدا جدا وتركيز لحد اخر دقيقه يعني طوال المباراه. يعني ما فيش واحد النهارده زي ما اقول لك يا كابتن ايمن ان هو قصر، ما فيش واحد. احنا قبل كده كنا بنتكلم مثلا على حد معين ان هو قصر النهارده في ادائه في 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 ادائه في الملعب، لكن النهارده الناس ما قصرش. بس النقص العددي اثر مثلا علينا من حته الانطلاقات الهجوميه، اكيد طبعا على الاطراف، الكرات العرضيه اكيد طبعا اثر. طبعا اكيد طبعا الناحيه الهجوميه اكيد اتاثرت بطبيعه، انت بتلعب 10 وقدام فريق كبير زي بيراميدز، فطبيعي ان انت الشكل الهجومي بتاعك بيتاثر بشكل كبير
جدا. بس انا عايز اتكلم النهارده على ديانج يا كابتن. النهارده ديانج عمل مباراه يعني من احسن المباريات اللي لعبها من ساعه ما جه النادي. الراجل النهارده في حاجه برده احنا مش واخدين بالنا منها، ان هو قدر يوقف خطوره عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اهم لاعب في بيراميدز النهارده، لو جينا نبص عبد الله مش موجود يعني مع احترامي ليه وكل حاجه مزبوط. لكن النهارده ديانج قدر يوقف خطورته بشكل كبير جدا مزبوط. ودي كانت اهم حاجه في ان انت النهارده بتستحوذ على نص الملعب. والراجل كمان بعد ما السلويه طرد، الراجل قدر ان هو يعني يبذل مجهود اكتر. يعني بعد طرد السلويه ما حسيناش ان السلويه طرد النهارده مع ان قفشه كان بيعمل الحته الزياده العدديه بالنسبه للهجوم وبيبقى لوحده دايما، لكن هو الراجل النهارده قدر ان هو يملى صح كان وحش في نص الملعب بالظبط، يملى نص الملعب النهارده. تاني حاجه برضو محمد هاني الشوط الثاني ما شاء الله عليه، يعني عمل مباراه يعني كبيره جدا جدا جدا، واتمنى ان هو يبقى مستواه دوت ان شاء الله في ماتش في ماتش الوداد. في حاجه برضو يا كابتن ايمن، انا عايز برضو يعني احيي على مهدي سليمان. مهدي سليمان النهارده عمل جيم عالي جدا النهارده، شايل ضرب جزاء وشايل كام كوره النهارده انفراد من حسين الشحات، فلازم برضو نديله حقه. صاحبك؟ لا مش موضوع صاحبه والله، لا هو طبعا لا هو مهدي جون كويس جدا والنهارده يعني حتى بضربه الجزاء واحنا بنتكلم انا والكابتن يوسف قلنا ان هو كويس جدا ومميز جدا في ضربات الجزاء، عامل كويس موسم صراحه موسم كامل، ومعاه لعيب ومعاه جول برضو يا كابتن عادل محمد الشناوي احمد الشناوي سوري، جول كبير جدا برضو، والراجل برضو محافظ على مستواه وبيلعب ومستواه ثابت يعني. فطبعا النهارده يعني مباراه النادي الاهلي مفيده جدا جدا جدا، في حاجات كتير النهارده الراجل هيقدر يشتغل عليها. الحمد لله يعني ما فيش اصابات غير الكهرباء، وانا شايف ان شاء الله كهرباء هيقدر ان هو باذن الله يعني يبقى موجود في ماتش الوداد ان شاء الله. عموما فاصل ومن بعده هنواصل حديثنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وقبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا النهارده هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام. عقب نهايه اللقاء وتعادل الاهلي وبيراميدز بتعادل سلبي بدون اهداف، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه قويه، مباراه صعبه في ظل اصابات غيابات، بتلعب 10 لاعبين من الدقيقه 35 من الشوط الاول، ولكن دايما الرهان بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده مباراه كبيره لعيبه النادي الاهلي، والنهارده لك النهارده على النقطتين. يعني الحمد لله طبعا يعني مباراه برضو في اطار استعدادنا، مش هنغير كلامنا. يعني هي مباراه طبعا بروفه هايله لمباراه الوداد، الظروف اللي اتحطينا فيها اثناء اللقاء طبعا كانت صعبه، لكن زي ما انت قلت وذكرت يعني هي شخصيه اللعيبه، روحهم كمان الحمد لله كانت عاليه جدا 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 رغم النقص العددي من البدايه، وواحد من اهم المراكز اللي موجوده في الملعب وواحد من اهم اللاعبين اللي موجودين معانا في الفتره اللي فاتت اللي هو عمرو السوليه يعني، لكن الباقي كله مادي اكنك بتلعب 11. احنا ضيعنا كمان فرص، يعني ضيعنا بينالتي، ضيعنا كور في العارضه الشوط الثاني، ضيعنا محاولات يعني على المستوى التنظيمي كان الاداء هايل جدا، على مستوى الروح والمسؤوليه كان الاداء عالي جدا يعني الحمد لله. من النقاط المهمه جدا يا كابتن سيد لحضرتك برضو اتكلمت فيها ان هي بروفه قويه الماتش الوداد، النادي الاهلي ما تهددش النهارده كتير، الناحيه التنظيميه والناحيه الدفاعيه كويسه جدا، على الرغم ان في بعض اللاعبين بتلعب في مراكز غير مركزها. طبعا لكن هي ظروف زي ما انت ذكرت برضو فلازم هنتعامل معاها. النهارده برضو هنشوف كهربا ايه اخباره، هنشوف بعده هيبقى قد ايه، هل هيبقى في ان هو يلحق اللقاء ولا لا، مش عارف، اللي هنشوف بكره الدنيا ماشيه ازاي يعني، لكن في النهايه هنتعامل مع الواقع وهنخش بشخصياتنا وان شاء الله الرحمن نرجع بنتيجه تساعدنا على مباراه العوده باذن الله. التشخيص المبدئي لكهرباء الجميع الخلفيه طبعا هل هي خفيفه ولا لا، لكن ان شاء الله الرحمن تبقى خفيفه لان المشيه بتاعته الى حد كبير مقبوله يعني. اللي عايز اكد عليه بس النهارده يعني الحمد لله طبعا على حته الاداء، على حته الروح، على حته يعني رغم ان انت ذكرت وقلت في ناس كثيره مش في ملعب، لكن الناس بتأدي بشخصية الأهلي. مش مهم تبقى أحسن على فكرة، مش مهم تبقى أحسن فنيا أو كقدرات، يعني في فترة من الفترات بتبقى الروح اللي جواك اللي احنا بنقول عليها دايما روح الفانلة الحمراء اللي دايما بنراهن عليها واللي ما فيش حد تسمى باسمها تانية قبل كده اللي هي روح الفانلة الحمراء. يعني في وقت ممكن يبقى بتتساوى الكفة لكن روحك هي اللي بتغلب، في وقت كمان بتبقى أنت أقل فنيا لكن برضو روحك هي اللي بتغلب. بحيي اللعيبة جدا على روحهم، وأعتقد يعني ده كان باين جدا لحد اخر اللقاء يعني.
سيد من النقاط المهمه جدا اللي تحسب يعني ليكم كجهاز فني، ان انا بلعب وانا ب 10 لاعبين وامام فريق زي فريق بيراميدز بيبقى عندي الجرأه ان انا ادي للناشئين النهارده زي عربي بدر وشادي رضوان. بص انا بقول الكنز دايما اللي احنا بنستند عليه اللي هو لعيبه الناشئين في النادي الاهلي، دايما بيطلع مدرسه النادي الاهلي، المدرسه اللي هي بتتعلم فيها كل حاجه انت عايزها من الشخصيه، من القدرات، من المهارات، من الضغوط اللي بيتحملها، من ان انت ترميه في اي وقت هتلاقيه موجود بشخصيته. يعني عربي وشادي النهارده، في قبل من شويه قبلهم بشويه كان فخري ومحمد شكري، واللي جاي عندنا احمد حمدي برضو لعيب ممكن يبقى في التدريبات الفتره اللي جايه، لكن خلص بس موضوع افريقيا ان شاء الرحمن. يعني الدفع بالناشئين في مغربي، في مصطفى واحمد طارق وحمزه، كلهم دول بيتمرنوا معانا. يعني على الجانب الشخصي حضرتك بالتحديد يا كابتن سيد ليك دور كبير جدا مع اللاعبين، واللاعبين الشباب قريبين من حضرتك جدا، يعني منهم لاعبين كانت اكتشاف حضرتك في المنصوره زي شادي رضوان، وحضرتك من البدايه كنت بتتبنى موهبه شادي رضوان. بص يعني خلينا نقول بس يعني الناس اللي بتشتغل على طول، يعني انا مش عايز اقول ان بنيت بحد لان انا كنت دوري اداري في الفتره ديت يعني، لكن في فنيين كانوا شايفين بصمه عنده او شايفين لمحه عنده، في فارس كمان يعني بيتمرن معانا، مش عايز انسى حد من الاسماء اللي بتتمرن، كل واحد هيجي الدور بتاعه، كل واحد هيجي اللحظه بتاعته، لكن انت كمان بشخصيتك بقى وقدراتك واستعدادك. يعني خلينا بس نقفل الصفحه دي، يعني نقفل الصفحه بكل حاجه، كل ما فيها كنا عايزين بالتاكيد ناخد ثلاث نقاط يعني تكمل فيهم عدد النقاط اللي عندك، لكن يعني جاء الطرد اللي عندنا ده اثر بالتاكيد في النقص كده، يعني كوع من انا ما شفتهاش الحقيقه، لكن لو عملنا احصائيه كعان في الدوري هتلاقي ناس كتيره جدا. اتمنى يا رب، اتمنى يا رب زي ما الفار كده بيجيب حد كده على طول في لعبه ممكن تستحق او لا تستحق. يعني في مرات الجونه، يعني كابتن محمود البنا كان في الفار برضو او في تقنيه الفار، وجابه عشان يديله انذار تاني وطرد، النهارده طرد مباشر. يعني الحمد لله على كل شيء، بحيي اللعيبه جدا، كنا حريصين حتى يعني ان احنا نوصل لهم ده. يعني بس انا عايز اختم بحضرتك، الجماهير عايز تطمن الشناوي معانا ان شاء الله في ماتش الوداد، ايمن اشرف يكون معانا ان شاء الله في ماتش الوداد، نطمنهم اكتر على اخر ترتيبات رحله الوداد. يعني كلنا موجودين ان شاء الله الرحمن، هنشوف كهربا بس اخباره ايه، يعني كلنا على استعداد، كلنا على قلب واحد، كلنا من اول واحد في النادي او اكبر واحد في النادي لحد اصغر واحد في النادي، مش الفريق بس على فكره، انت لما بتكسب يعني كل المنظومه كلها. يعني كابتن الخطيب كان لسه بيكلمني بعد المباراه مباشره، بيطمن على اللعيبه وبيتكلم كمان على الروح اللي كان فيها اللعيبه والاداء عندهم، مش حساب نقطه ولا نقطتين ولا ثلاثه، يعني انا بتكلم على الروح نفسها. يعني حضرتك كنت حريص جدا ان تتوصل لرساله الكابتن الخطيب للاعبين عقب يعني اللقاء مباشره. طبعا لان هي كانت رساله مهمه جدا، انت في النهايه بتلعب بروحك وباسمك وبتاريخك، يعني في اوقات ما بتبقاش موفق لكن اللي بحاسبك عليه هو عطائك، مش بحاسبك كره وفقت فيها او ما وفقتش فيها، لان دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اقول المنظومه كلها هنسافر باذن الله على قلب واحد، هنسافر باذن الله على اتجاه واحد وهدف واحد ان شاء الله الرحمن نرجع بيه باذن الله تعالى. بشكرك يا كابتن سيد وبالتوفيق. شكرا فندم. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلم في كلام مهم ورسائل كتير جدا، ابرزها رساله الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي وصلها الكابتن سيد عبد الحفيظ للاعبي النادي الاهلي، بيشكر اللاعبين على الروح النهارده، وانت بتلعب مباراه كبيره بتلعب ب10 لاعبين، لكن دائما وابدا الرهان بيكون على شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا احنا كمان بنشكر لعيبه النادي الاهلي على الاداء الرائع والاكثر من رائع اللي عملوه، خصوصا بعد النقص العددي في صفوف النادي الاهلي والشوط الثاني بالذات. كابتن علاء، عايز اتكلم قبل ما نروح للاحصائيات بتاعت المباراه عن دور وسط ملعب النهارده، خصوصا بعد خروج السوليه، وشفنا الشوط الثاني رجوع قفشه مكان السوليه جنب ديانج. مش المكان مش غريب على محمد مجدي، لعبه قبل كده دايما كان بيلعب ديانج او جنب حمدي او جنب السوليه، لكن ده زي ما بقول دايما ايمن ان المكان ده لو فيه اثنين مختلفين يبقى الشكل احسن بكتير. ومحمد مجدي من نوعيه اللعيبه اللي دايما بيحب يستلم الكوره ودايما عنده مساحه، شايف محمد مجدي دي خطورته، دي احسن حاجه فيه، غير اما يستلم بظهره كده الامور ده صعبه جدا بالنسبه له. لكن النهارده اللي ساعد محمد مجدي كمان هو بالشكل ده ديانج. ديانج النهارده مجهوده يا ايمن يعني مش طبيعي تقريبا، يعني كميه جري جريها النهارده ساعدت الفرقه كلها مش مجدي بس، لكن وجود. طب انا كان عندي سؤال برضو او استفسار، اتفضل. هل تالق قفشه في المكان دوت ممكن يخلي مستر موسيماني مثلا يفكر انه يلعب بثلاثه الماتش الجاي ماتش الوداد؟ لا
مش هغير، لكن ما يغيرش لما اعتقدش، ما اعتقدش غير يا ايمن، لكن محمد مجدي مكانه 10 اللي هو الراجل اللي في نص الملعب بيتحرك في كل مكان، شايف دايما الملعب، بيعرف بيستلم وتسليم عنده عالي جدا، تسديد عنده كويس جدا، شاط النهارده كره جت في القائم. لا محمد مجدي نوعيه لعيبه غير الاثنين الموجودين، لكن لو انت احتاجته في ظرف زي النهارده هيأدي، هتلاقيه ما عندوش مشكله خالص، هيأدي وهيأدي كويس كمان، لان محمد مجدي من الاساسيات عنده ممتازه، اساسيات كره القدم عند محمد مجدي مفيش فيها مشكله، السلام بتسلم، شايف الملعب كويس، المجهود عنده كويس، المجهود عنده زايد كمان. يعني محمد مجدي من لعيبه الكوره لو احنا متابعين الفتره اللي فاتت دي ايمن، مجهوده في الملعب لا بقى زياده، بدنيا كويس النهارده كمان، يعني بجمله النقاط اللي اتكلمنا فيها كلنا، بدنيا النادي الاهلي النهارده لحد اخر ثانيه بيجري بالطريقه دي، انت بدنيا ما عندكش اي مشكله في اي لعيب في النادي الاهلي. أي. مع النقص العددي من بتلعب 60 دقيقه مع فريق قوي زي بيراميدز وبتجري لحد اخر ثانيه والمجهود عندك بيزيد بالطريقه دي، خصوصا ما تقطع منك الكره كل اللعيبه، يا اما هات اي كره الشوط الثاني لما تقطع منك الكره كل اللعيبه اجباري ورا الكره، مش سهل على فكره، وبتبدا ترجع، لكن عند وقت معين زي ما بقول لك انا 30 35 يارده لا خلاص انا هقف هنا وابدا ابدا اقفل كويس قوي. بدليل النهارده الكور اللي اتكلم عليها يوسف الخطر اللي جت على النادي الاهلي كور عرضيه، مفيش كور اختراق، مظبوط، بدليل انت قافل كويس قوي، واقف صح، الاربعه واقفين كويس قوي قدامهم محمد مجدي وديانج، فحته الاختراق من العمق مقفوله، كل اللي كان بس الزياده بتبان على الاطراف، ودي مظبوط ذكاء من المدير الفني مسماني ان هو ساب لك زياده على الاطراف، صح، لان على الطرف استحاله هتيجي الكره على طول، لازم في لعبه تاني، صح، لكن انا ما اقفلش اطراف واسيب العمق اللي هو الاصعب، مزبوط، لان مزبوط. هتروح على الاطراف لازم هتعمل كروس، مش هتجيبها جول من على الاطراف، لكن صح. اي كره خطر في القلب لا، مزبوط. لكن هو الراجل واضح ان اتكلم بين الشوطين ان ازاي اقفل حته العمق دي ويسيب، ما عنديش مشكله خلت زياده الاطراف، مش هيحصل حاجه خالص، لكن حتى بقول لك فرصتين جم على الاطراف، لكن في نص الملعب لا، انا عجبني ديانج جدا النهارده. بمناسبه ديانج احنا معانا ارقامه هنا، فعلا زي ما انت قلت هو فعلا تقريبا هو نجم المباراه النهارده، يعني بص هو لعب 102 دقيقه، تمريراته الصحيحه النهارده 35 من 40 ان شاء الله، تصويبات على المرمى 2 من اصل 3، تمريرات بينيه 1، قطع تمريرات 3 من 8 ده اللي في نص ملعب الخصم، ومراوغات 5 من 7، استخلاص الكرة 1 من 3 برضو في نص ملعب الخصم، يعني حتى أرقامه هايلة جدا النهاردة، زيادة على أرقامه النهاردة هو عمل حاجة في الكرة هو أول مرة يعملها النهاردة، إن هو كان دايما بياخد الكرة ورايح المساحة الفاضية، يعني تحس أيما إن فريق بيراميدز هو اللي ناقص واحد، هو اللي عامل الأسيست ده، هو اللي عامل الأسيست ده طبعا، هو اللي عاملها صحيح، هو لا بص كمية الجري، ممكن نجيبها من الأول، دي الأول ممكن نجيبها من الأول عشان دي من ضمن المواقف اللي احنا طالبينها، بص أيمن قطع الكرة، بص أيمن بص كمية الجري، بص على المساحة ده الجديد عنده النهاردة، بص المساحة صحيح. المساحة اللي بيجري بيها المساحة اللي بيجري، بص 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 بص، وبعدين بدأ يعمل التمريرة ايه هاني، هو كابتن كان عنده مشكلة الفترة الأخيرة في الفينش، حتة الفينش بتاعه كان بيطلع، لا أنا أقول لك مشكلة ديانج ايه، مشكلة ديانج ان هو عنده الجري في قلب الملعب وفي المساحات هايل، صح، على الأطراف، انما على الأطراف لا مظبوط، يعني ديانج مش من نوعية اللعيبة اللي خليها على الطرف هاني، لكن في المساحة اللي هي في القلب دي زي الكرة بتاعت حسين دي بيعملها بامتياز، يعني كرة حسين دي عملها، ايوه بص بدأ منين، بص هي بادئة منين، بص 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 خدها منين، نص ملعب، بص 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 ما شاء الله بدنيا طبعا بيدوس وكل ده بيجري، ممكن تقف هنا، اقف هنا بعد اذنك، بس تعالى. انا برضو عاجبني حاجه مع ديانج برضو، تحركات التلات لعيبه، دي حقيقه، خد بالك يعني طبعا هو كمان السهم رايح على ناحيه الشمال، بس دي بعيده، دي بعيده شويه، لا هو بعيد، تفكيره بعيد قوي، مش بعيد، عايز حد بقدرات مختلفه بالظبط، وبعدين عادل هو السرعه اللي بيجري بيها صعب يخليه يعملها، صعب يخليه يعملها ناحيه قدراته هو بالظبط، خلي بالك وضعه التشريحي في اللعب، بس خلي بالك هو كابتن عادل هو عمل تمريره بجول، طبعا ما هي جول بفرصه، لا هو السهم، يا ايمن يعني بقول لك السهم ده عايز حاجه راقيه قوي، ومش بالسرعه اللي بيجري بيها دي، لازم يبقى الخطوه اوسع من كده شويه، لكن التمريره اللي عملها حسين التايمنج ممتاز، مفيش بعد كده، لكن هو خروج مهدي طبعا بتفق مع هاني، خروج مهدي طبعا في التوقيت بتاعه هايل طبعا. طب في الكره دي ممكن تجيبها لنا تاني، معلش بعد اذنك قول، ممكن تجيبها لنا تاني، لا خلاص احنا هنكمل ديانج وبعدين عايزينها تقف عند حسين الشحات،
عايز يلعب بالعرض على فكره يا كابتن. لا هي لو لعبها ناحيه الشمال هنا هتاخد وقت على ما يروح للجول. لا هي بص احنا دلوقتي ماشي كمل كمان احنا عايزين نشوف تعامل حسين شحات بقى مع الانفراد. ليه ضاعت الكره دي يا كابتن عادل؟ عشان اتكلمنا فيها. عشان لا الكره دي ليها هي تتحط ازاي؟ هي الكره دي انا هو عملها فكرتها كويسه صح ما كانش موفق فيها. ايوه وخلينا نتفق ان مهدي اتعامل مع الكره كويس جدا. الكره دي لازم هو عنده اتجاهين، يا اما يحطها في بطن رجله من على شمال مهدي، يا اما يحطها في بطن رجله يعني ببطن برده ببطن رجله في زاويه بس هتفتح منه شويه مش تفتح خالص. لا في كدر هيجيب مهدي وهو نازل. في نازله مهدي وهو لو حطها في بطن رجله هو خدت منه ثانيه زياده في ان هو عوج وش رجله. لكن لو حطها في بطن رجله الفوتورك بتاعته هتبقى اعلى. فهتروح اعلى، هتروح اسرع. في الوقت اللي مهدي بينزل فيه هتنزل من تحت مهدي. في حاجه ثالثه كانت خليها في حاجه ثالثه يرقصه ان هو ياخده على يمين. لا صعبه، لا هتلاقي هتلاقي مهدي كان معاه. مهدي فكرت التفكير ده، هتلاقي مهدي كان معاه في ثلاثه بيجوا والله. مهدي بقى هيبقى صعبه لو ازقه كده. مهدي ما ينزلش هيخرجه بره الجول، هتقفي معاه. ومهدي بقى لو جابوا الكوره تاني خد بالك هاني يجيبوه. اتفضل يا كابتن. المهدي ما نزلش يعني هو رايح ما نزلش على الارض انت فاهم. فهو عامل كل اختيار يعني مهدي هو اللي لعب على حسين. يعني المهدي ما طلع ما خلاش حسين عنده اختيارات كتير زي ما كان بيشرح عادل دلوقتي. فهو اتعامل معاها صح جدا. لكن اللي انا عايز اقوله النهارده ديانج الميزه الجديده بقى عشان في طرد ففي دايما بتبالك حاجات جديده. سيبك من الروح والاداء وكل حاجه. النهارده بص محمد مجدي سهل بص انت كده ناقص لعيب. بص دي الشوطه بقى. بص جري بالكره دي على فكره دي نفس المساحه اللي جري بيها بتاعت الكره. بص صح. بص يا ايمن بص. لا 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 طبعا هو عمل تسديد ممكن على فكره سهل جدا. بس ده حسين قال لك ما جربوش مرتين، هي مره واحده ضيع واحده ما مدوش الثانيه. فالتسديده لا هو انا اعتقد كانت التسديده كان ممكن تبقى احسن من كده بكميه الجري يا ايمن. كويس قوي يا ايمن في اي زاويه كميه كميه الجري بصراحه مشوار طويل قوي مع بتلعب برده. خد بالك هو ما بطلش جري الشوط الثاني. لكن هو بصراحه النهارده لو هنعمل ترتيب لهجوم المباراه ديانج اكيد نمره واحد اكيد طبعا يعني. اكيد كابتن محمد عندنا احصائيات المباراه. النادي الاهلي بنسبه استحواذ 45%، نادي بيراميدز 55% طبعا عشان الطرد طبعا عشان بالظبط كده نقص العددي. التصويب على المرمى بالرغم من نقص العددي النادي الاهلي 5/10 يعني 5 تصويبات من اصل 10 تصويبات جم على المرمى. بيراميدز 3/10. التمريرات الصحيحه النادي الاهلي 295 من 360 تمريره. البيراميدز 404 من 488 تمريره. نسبه التمريرات الصحيحه في النادي الاهلي 82%، بيراميدز 83%. التمريرات البينيه النادي الاهلي 2 من 6، بيراميدز 1 من 3. الفرص على المرمى النادي الاهلي 4 فرص برغم نقص العددي، وبيراميدز 2. وده ياكد الكلام اللي قاله ضيوفنا هنا ونجومنا ان النادي الاهلي كان واقف صح الشوط الثاني بالذات بعد طرد عمرو السليه. هو ده اللي احنا قلناه، اللي احنا قلناه بين الشوطين ان لازم الاهلي يقف كويس، يقف مرتب صح، يرتب الخطين بتوعه اللي هو خط الرباعي الدفاعي وبعد كده الرباعي اللي قدامهم وسط الملعب، ويسيب فرود قدام اللي هو انت قلت كان احمد الشيخ. غلق المساحات وتضييق المساحات. او بص هتلاقي النادي الاهلي كل بص كله هيرجع ده اللي انت قلت عليه يا كابتن علاء. شايف كله كده بقى أيوة. اربعه كله رجع بعدين هتلاقي احمد الشيخ رجع الشيخ كمان. ايوه هو رجع فهو دي النقطة اللي النادي الاهلي اتعامل معاها. بص المساحات هتلاقيها كلها فيها تضييق للمساحات، مفيش مسافات ومساحات صحيح قدام خط الظهر. بص والوقفة صح ده شغل المدير الفني طبعا. 10 متر 12 متر تعليمات طبعا تعليمات وبرده يعني غير تعليمات من موسيماني وتنفيذ من اللعيبة للواجبات وللفكر ده. هنا ضيق صعب المهمة على فريق بيراميدز بشكل كبير جدا. مفيش مساحات تقدر تشتغل فيها، مفيش مساحات يقدر عبد الله السعيد او حتى محمد فاروق او حتى ابراهيم عادل كل حتى لما نزل اسلام عيسى كل التغييرات دي دودو الجباس برضو لما نزل كل التغييرات دي ابراهيم حسن ايضا مفيش مساحات ان يشتغلوا فيها. نتيجه ارتداد النادي الاهلي بقى بيلعب بص بيلعب في 30 متر لتحت وسايب احمد الشيخ زي اللقطه اللي احنا شفناها. بص يا كابتن محمد احنا الشوط الثاني تقريبا ما شفناش خطوره من لعيبه بيراميدز باستثناء الكورتين العرضيتين اللي هم بتاع جونوان توي
دودو جابر. مظبوط، ودي نتيجه النقص العددي، دي نتيجه النقص العددي. بس قصدي الوقفه كانت صح، الوقفه صح، مفيش مساحات بينيه عشان يلعبوا ما بين المدافعين او حتى ما بين الدفاع ووسط الملعب بالزبط. دي مهمه جدا بالزبط. المساحه دي فده فكر طبعا هايل جدا. وفي نفس الوقت من الوقفه دي قدروا يطلعوا زي الكره اللي كابتن علاء بيتكلم عليها، اليو ديانج قطع حوالي 70 متر ولا 75 متر وبعد كده راح مسدد بادلك واحده القفشه بادلك واحده انفراد لهي الكوره اي ده برضه موقف من المواقف في الدقيقه 72 بتاع جون انتوي ايوه وضيعها. نكمل ماشي يا سمير نكمل ماشي. ايوه دي خطر الحمد لله. طب وقف هنا وقف هنا احنا عايزين نشوف بس جون انتوي راح ازاي لوحده في الحته ديت، هو سرق مين؟ هو ياسر. ياسر لان حمدي فتحي بص في زياده اصلا، في زياده بس خلي بالك هنا في زياده يا كابتن علي، لازم لعيب من نص الملعب كان لازم صح كان يزل يدخل طبعا مظبوط لازم الديفندر. بص كده دلوقتي في زياده، ياسر اتعامل طبيعي ان في واحد سرق قدامه. آه. انا كمدافع لازم اشوف اللي قدامي مش اللي ورايا. اللي ورايا ده ماليش دعوه بيه. ديانج لو كان دخل دي بدري كان بقيت 4-3 او 4-4. هل ممكن في الكره دي لما شاف تقديرها محمد هاني كان ممكن يروح لها؟ لا ولا صعب عليه، صعب عليه، كره سريعه. هو هاني هو تصرف جون انتوي في الكره دي تصرفه عشان هاني دخل معاه في الصوره. هو لو لوحده كان اشتغل فيها سهل جدا وكان حطها براحته جدا في اي حته. لكن وجود هاني برده هو يعني هاني ما لحقش الكوره بس دخل. يبقى ده كان لازم يرجع، لازم ديانج ينزل ديانج. ولازم وده واعتقد ده حسين الشحات كان لازم يبقى موجود تحت شويه. كابتن في برده اللي هو يعني. اول واحد ده كان لازم يرجع يعني اللاعب بتاع بيراميدز اللي بره اللي قدام اول واحد اللي على السته ده ملوش لازمه، ده كان لازم يرجع حمدي، كان لازم يرجع حمدي يرجع برده خطوتين ثلاثه. هو حمدي برده هتلاقيه واقف، هقول لك ليه، لان حاطط احتمالات الراجل ده بدل ما يرفع بصيره. حمد تمركزه كويس ماشي. حمد تمركزه هي زي ما عادل قال يعني لازم واحد من الديفندرات ينزل ما بين السردباكين عشان الحته دي مهمه جدا. والنقطه الثانيه كمان ان محمد هاني طبعا ضايقه او يعني وكروس ما كانش يعني خلي بالك كروس ده لو مظبوط على جون انتوي كان حطها بس هو فعلا محمد هاني ضايقه. طبعا هي النقطه دي هي النقطه دي الوحيده الكروسين دول هم اللي عملوا يعني اقدر اقول ايه يعني كان فيهم خطوره، انما غير كده الوقفه كويسه جدا. وخلي بالك اصلا احنا بنحاول نقلل الفرص، انما تمنحها خالص لا يمكن. صعب طبعا، صعب مع نقص عددي طبعا صعب يعني. فاهم قصدي؟ هو ايه الموضوع ان انت لما يتعمل عليك مثلا 6-7 فرص لا هتيجي منهم واحده طبعا، لكن لما يتعمل معايا عليا فرصتين بس كروسين طبعًا. واحد لدودو جباس واحده لجون انتوي خلاص يعني كده ضاع. بس انا شايف ال الوقفة كويسة جدا، انطلاقاتنا منها كويسة جدا، حتة ان احنا نطلع نكمل جيلنا 3-4 فرص. هاني قال شوطة زي ما قلنا ديانج ولا شوطة قفشة ولا ضربة الجزاء انفراد كمان وضربة الجزاء ده كورة فتحي جدا طبعا كورة شماله كورة فتحي اللي بشماله. طيب عموما هنروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب براء ومعاه لقاء مع المدير الفني لفريق بيراميدز. اهلا بيك مره ثانيه كابتن ايمن، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي بعد انتهاء مباراه الاهلي وبيراميدز للتعادل بدون اهداف بين الفريقين. ويستعد ان يكون معايا بعد المباراه المدير الفني النادي بيراميدز مستر انتي. يعني في البدايه بنرحب بمستر انتي على شاشه قناه النادي الاهلي يعني، وبنقول يعني تقييم للمباراه واداء الفريقين النهارده. قاجدا سينيتي ناستوب بيراميدز اي ناستوب اخلي ادانس برو مره مش تي تاخلو نو سوينو برينستو. الاول بهاني الاهلي على تحقيق لقب الدوري استتاكو مجرن بونو اسبيها و وليغنا و ليغي برواتا، وكمان بيتمنى له النجاح في دوري الابطال. اشتو ستيتش سامي وتكنيتس ميس مجير اللي دوتشي دو سوا تري بودا. بالنسبه للمباراه احنا كنا جايين عشان نحقق 3 نقط. اخلي سي بوكازو كو ياكو دوبر مومشت والاهلي الاهلي ورا ان هو فريق قوي بسبب ان هو لعب ناقص لعب من اللاعبين. بيلا انترسانت نو تكمت سابيلو شانس سيدنا از دروغي سترانا. كانت مباراة شيقة ومثيرة، كان في فرص من الناحيتين. نكرايو نيريشن ريزولتاتي ناي برافيدني. في الاخر كانت نتيجة التعادل. Što se tiče nas, još je nama ostala jedna utakmica, Zamalek još ima dvije utakmice, znači još nije prvenstvo rješeno oko pozicije druge. بالنسبه لينا احنا فاضل لنا ماتش واحد والزمالك فاضل له ماتشين، لسه الصراع على المركز الثاني ما تحددش، هيفضل لغايه الاخر.
imamo već za 3 dana novu utakmicu sa Gejšom. Ulisa odavna matši kamen telet i jem fi kas Mosro u Demil Giš. Moramo se dobro odmoriti, odigrati tu utakmicu, idemo u Maroko. لازم نسرح شويه وبعد كده نلعب الجيش ونحاول بعد كده نشوف هنعمل ايه في المغرب. اذا كان تشيتا ميانو اي دروغو مومشاد اي سيمي جراتشيما نا زالاغانيو نا فولي نا جيلي. في الاخر بيهني اللاعبين اللعيبه من الاهلي وبيراميدز على المحاولات وعلى الجري وعلى كل حاجه عملوها في الماتش. يعني النهارده من نهايه الشوط الاول النادي الاهلي يمكن طرد عمرو السوليه في وقت مبكر، ومع ذلك الشوط الثاني يمكن شفنا اكثر من فرصه ضربه جزاء ضاع من النادي الاهلي، وكمان في كره في العارضه. يعني التعليق على دوت، شايف اداء النادي الاهلي ازاي النهارده خاصه في ظل النقص العالي؟ كاجي ده بوسليش شتو اهلي اوديجرا ليماني يدن اجراتش اونسي اوميلي يدن ستيراتس بينالي يوش اونسي اوميلي يدن بريلكا جدي لوبتا بيلا ناستاتيفي نيكوليكو بريلكي كاكو فيديتي اوفي. Pa Ahli je dobro momčad. Normalno da oni dođu u par prilika na utakmici. Kid Ahli je fariq kao da tabije in ova je usal kaza mara od gilu forasu da mgun. Ne mora igrač više biti značiti i prednost na terenu. Sjetimo se da je Zamalek ovdje se igrač manje pobjedio. في نفس الوقت هو كان لعب قصاد الزمالك والزمالك كان لعب ناقص لعب بس هو في الاخر كسب الماتش دوت. Tako da i mi smo imali svoje prilike, mi smo imali stativu, imali smo dvije situacije koje smo mogli možda i bolje riješiti. Ehna vardu galna foras, galna foras forsa fil qaim, i kan galna kaza forsa kunna mumkin law halina kanat al mubaraka ta tghayyar. Na kraju je taj nerešen rezultat i nepravedni. Fil akhir natijet al taadul diyat je natija al sadet fil akhir. Svaka ekipa nagrađena sa jednim bodom. Akid kol fariq zalana ala nokta wahda bas huwa al haqaqa al narda. يعني شايف حضرت المؤتمر الصحفي، وصف النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي بانه النادي الاقوى في افريقيا وفي الوطن العربي. اوكي كا بريسو فيستي ريكليش تو اهلي بنايبو لي اكيبا ويجيبتو يوش او افريتسي. فنما بونا بولي هوني هو افريتسي سيغورنا. اكيد ما فيش يعني فرق كتيره او فرق موجوده احسن من النادي الاهلي. بنشكر واتمنى التوفيق في الجاي ان شاء الله. فام اي سريتنو فام وبودش نوستي. فوالا يا فام جيمين بونو سريتش. شكرا وحظ سعيد. كابتن ايمن دكا لقانا مع المدير الفني انتي، المدير الفني لبيراميدز، عوده ليك مره ثانيه وان شاء الله متواصلين معاك في قدم المواعيد. شكرا جزيلا زميلي محمد توفيق. الراجل قال كلمه كويسه قوي. مفيش احسن من النادي الاهلي. يعني هو الراجل بقاله فتره بسيطه جدا عندنا هنا في مصر، انما هو راجل شاف وعنده رؤيه وعنده الاحساس وخلاص. دي الواقع، دي الواقعيه. في احسن من النادي الاهلي؟ مفيش احسن من النادي الاهلي خلاص. دي كلمه جت من واحد كمان يعني بقاله يمكن اقل من سنه يمكن ماسك بيراميدز. يعني النادي الاهلي بيمثل مصر في كل المحافل الدوليه. صحيح. الناس بتتفرج على كاس عالم الانديه، النادي الاهلي بيمثل مصر كتير في كاس عالم الانديه، بطولات افريقيا. ده واحد ملوش مصلحه في حاجه. احنا مش بالك اي حد هيدخل مصر اجنبي هتلاقيه بيدور على مين يشوف اعلى شعبيه، وده شيء طبيعي يعني. مش شعبيتك ما جاتش من فراغ طبعا. بطولاتك ايه اللي اللي دايما الناس بتفتكر تاريخك طبعا، تاريخ النادي الاهلي وبطولاته. طبيعي جدا اي حد يجي مصر، اي بقى جنسيه اي، بس هو بيشوف كمان ده على الواقع لما بيجي كمان. ماشي، ما هو بيسمع يعني في مجاله كوره. مين اكتر واحد بيفوز بالدوري؟ ده النادي الاهلي. طب النادي الاهلي يبدا يبص يلاقي النادي الاهلي ده تاريخ. ما هيقول ايه؟ ما فيش احسن من النادي الاهلي في مصر وفي افريقيا. دي حاجه مفروغ منها. صحيح. ملهاش دعوه بالجنسيه ايمن، لكن دايما انت بطولاتك وتاريخك طويل ما شاء الله في البطولات وفي تشريفك في كل البطولات وكل المحافل الرياضيه النادي الاهلي، فده طبيعي. كنت عايز اقول يا كابتن، الراجل ان كلام الراجل ده انا متاكد ان هو اتفاجئ النهارده يعني باداء النادي الاهلي، لان الراجل يعني النادي الاهلي يا كابتن علاء نازل يعني الموضوع بالنسبه له حاسم دوري. لكن لو انت واحد من بره مصر وجاي يتفرج على مباراه زي دي هيقول لك النادي الاهلي ده بينافس ان هو يدخل بطوله زي مثلا النادي الزمالك او نادي البيراميدز، او هو مثلا بينافس على بطوله الدوري ولسه له مثلا لو كسب الماتش ده ياخد بطوله. مستحيل حد يقول لك ان النادي الاهلي حاسم البطوله فرق مثلا 20 بونت وبالاداء ده. أيوة. وبالشكل ده وبالروح دي. أيوة. مستحيل. وبتلعب 10 لعيبه وفي الوقت ده ويعني وبتادي بالاداء ده، مستحيل ان حد يقول لك ان النادي الاهلي حاسم الدوري. صحيح. احنا عايزين نتكلم على الفتره اللي باقيه يعني على ماتش الوداد، لكن هنتكلم سريعا على التغييرات اللي حصلت النهارده والكروت الصفراء. البطاقات الصفراء حمدي فتحي
في الدقيقه 35، عمرو السوليه بطاقه حمراء في الدقيقه 40. بالنسبه لبيراميدز، عبد الله السعيد بطاقه صفراء في الدقيقه 28، محمد فاروق في الدقيقه 34، عبد الله بكري في الدقيقه 48، محمد حمدي في الدقيقه 58، وعماد دونجا في الدقيقه 91. اما بالنسبه للتغييرات، نزول اليو باجي بدلا من كهربا في الدقيقه 12 عشان الاصابه طبعا، نزول احمد الشيخ بدلا من اليو باجي في الدقيقه 46، نزول عربي بدر بدلا من حسين الشحات في الدقيقه 81، ونزول شادي رضوان بدلا من مجدي قفشه في الدقيقه 88. بالنسبه للبيراميدز، نزول ابراهيم حسن بدلا من ابراهيم عادل في الدقيقه 46، نزول اسلام عيسى بدلا من محمود حماده في الدقيقه 68، ونزول دودو الجباز بدلا من جون انتوي في الدقيقه 85. كابتن عادل، عندك تعليق على التغييرات ولا نخش على طول على ماتش الوداد؟ التغييرات يعني طبيعيه وكلها النادي بيراميدز بعد الطرد كان عايز يعزز، التغييرات كلها معظمها هجوميه. النادي الاهلي اتعامل مع التغييرات، التغيير الاضطراري بتاع بادجي. تغيير بادجي اضطراري، وبعد كده تغيير الشيخ اعتقد ممكن يكون برضو اضطراري لتعديل شيء برضو. والتغييرات الباقيه في اخر الشوط للتدعيم. كان عايز اتكلم بس نقطه، ان احنا نقطه مهمه كنا بننادي بيها بقالنا فتره، ان انت بتلعب انك اللي هيوصل مباراه السيمي فاينل اقل فريق عنده اخطاء هيبقى عنده فرصه اكبر انه يكسب. كويس، ودي نقطه مهمه جدا. وموسيماني في المؤتمر الصحفي انا عجبني فيه حته اتكلم فيها، وخد بالك الحته دي فيها جرأه، اللي هي بتاعه ان انا بقيت ثلاث ماتشات ما بيدخلش فيها اهداف. ودي نقطه مهمه ونقطه حقيقيه، ولكن في بعض المدربين اللي هم بيحبوا اللعب الهجومي ما بيجيبش سيره الدفاع خالص. صح. ما بيتكلمش، يفضل يتكلم انا عملت خلقت فرص. صح. فده برضو يديك انطباع انه في توازن، في ان هو بيتكلم في توازن في كلامه. ان مش عارف النهارده خلقت فرص ما سجلتش، بس ما دخلش فيها جوال. ايوه، ودي الفرق الكبيره لازم تشتغل كده. الفرق الكبيره، شوف اي دوري في العالم، الفرق اللي واخد الدوري او واخده فرقه واخده بطوله هي اقل فرقه خسرت، هي اقل فرقه دخل فيها اهداف. مزبوط. مش اكتر فرقه سجلت. وعلى فكره بمناسبه كلامك، في بعض المدربين كمان الاجانب بيقول لك ايه، وايه المشكله ان يخش فيها الاهداف؟ يعني ممكن يخش فيها اثنين بس انا اجيب ثلاثه او اجيب اربعه. يعني بيلسا أيوه. ممكن عادي يكسب خمسه. ايوه بالظبط. بس اجيب اربعه يدخل فيها اربعه بس اكسب خمسه. صح. مش مشكله. فكل واحد عنده نهج بينتهجه، ولكن الفرقه الكبيره هي بتشتغل كده. لازم تشتغل على ده. ونقطه برده ثانيه احنا مش عايزين نغفلها، انت الثالث مباراه على التوالي، الشناوي طبعا جون مصر الاول واحسن جول في مصر بقاله فتره وعنصر مؤثر جدا. لكن انت برضو يحسب ان المباراتين اللي فاتوا انت ما حسيتش بحاجه عند علي لطفي. صح. ما عندكش مشكله في حاجه، ممكن. صح. اول مباراه اللي نزلها كان شويه انه دخل بدري في الماتشات، دخل بسرعه وحاجه مش متوقعه. ولكن جالك تاني النهارده المباراه الثالثه على التوالي عنده كلين شيت، وعلي لطفي عايزين يعني عايزين نديله حقه. انت اشتريت علي لطفي ان هو كان بيأدي بشكل كويس جدا. مظبوط. وحاجه تانية من الحاجات ان هو ما يقلش يعني انت النهارده بنشيد بمهدي سليمان، وقبل كده بنشيد بعامر عامر، وبنشيد بابو جبل، وبنشيد بناس كتير جدا، ولكن علي لطفي في مستوى الناس دي لما كان بيلعب كان زيه زي الناس دي. فانت عندك هو واخد ثقه، هياخد ثقه، واعتقد مع الماتشات كمان طبعا الشناوي جول كبير وهو اللي هيبقى رقم واحد، ولكن دلوقتي عندك رقم اتنين ممكن يدخل معاك في بشكل كويس جدا. فانا شايف الايجابيات ان انت 0-0 ثلاث ماتشات دي، يعني ما بيدخلش فيك جوال ثلاث ماتشات، دي حاجه كويسه. الفرص قلت، ده يحسب للجهاز الفني وحاجه تحسب لهم جدا. دي اهم حاجه بالنسبه لي في مباراه الوداد، ان مباراه خارج ملعبك ما تستقبلش اهداف، دي نقطه مهمه جدا. حتى في المباراه اللي في ملعبك ما تستقبلش اهداف برده حاجه مهمه في المباراتين، وفي الفاينل برده نفس الشيء. حتى لو في ممكن تكسب بطوله بصفر صفر كل الماتشات وتكسب ضربات جزاء، او تكسب ب1-1 وصفر صفر، يعني في حاجات كتير جدا انت ممكن تشتغل عليها، مش شرط انك تكسب كل الماتشات بعدد وافر من الاهداف. يعني دي الحاجه اللي انا شايف ان هي من النقط المهمه والحاجات الايجابيه النهارده. قبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، هنروح مع زميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي يونس. جديد ده، بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدي
متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي مصون. كابتن سامي، مباراه قويه، مباراه كبيره، بان فيها شخصيه لعيبه النادي الاهلي وروح لعيبه النادي الاهلي في ظل غيابات اصابات، بتلعب 10 لاعبين اكثر من 55 دقيقه. طبعا تحية كابتن ايمن وكابتن علي وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني. زي ما انت قلت، مباراه كبيره بالنسبه لنا، يعني حاسين ان احنا رجعنا شخصيه لعيبه النادي الاهلي. بجد شخصيه النادي الاهلي بتلعب رغم النقص العددي ونفس الغيابات والاصابات اللي موجوده واللعيبه اللي بتلعب في غير اماكنها. اعتقد الحمد لله ان جهد كبير جدا من اللعيبه، يشكر طبعا كل اللعيبه اللي قاتلت لحد اخر دقيقه. يعني كان عندنا فرصه اكبر ان احنا نكسب برضو، الحمد لله عندنا ضيعنا ضربه جزاء وعندنا فرص كبيره لقفشه وشادي لما نزل وحسين واليو. فاعتقد الحمد لله اعداد كويس وبروفه كويسه لمباراه الوداد، يعني تدينا روح كويسه وتدينا اصرار ان احنا فرقه كبيره بنلعب بشخصيه البطل دايما الحمد لله. كابتن سامي، قلت لحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وهي شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. انا بلعب النهارده المباراه من اجل الثلاث نقاط، عندي مباراه الوداد، مش هدخل نفسي في حسابات مين اللي يلعب على المركز الثاني، لكن انا بلعب باسم النادي الاهلي. عمرنا ما فكرنا في النادي الاهلي كده وتعودنا على كده وتربينا على كده. النادي الاهلي بيلعب للنادي الاهلي بس، بغض النظر عن المنافس اللي قدامه او بتلعب لمصلحه مين. يعني النهارده كان عندنا اول تفكير لينا ان احنا نكسب اولا عشان خاطر النادي وعشان خاطر كيان كبير باسم النادي الاهلي. بنلعب عشان اعداد كويس لمباراه الوداد، بنلعب عندنا حاجات كتيره نقدر نلعب عليها عشان الماتش. يعني ورغم كده انت شايف ان احنا واحنا ناقصين بنلعب بنواصل ان احنا عاوزين نكسب. خارجين من الماتش زعلانين ان احنا كان عندنا افضليه كان ممكن نكسب. فاعتقد النادي الاهلي بيلعب للنادي الاهلي بس. كابتن سامي، وانت ناقص السيناريو بتاع اللقاء، انت كنت الاخطر، انت كنت الاكثر في الهجمات، والهجمات اللي جت عليك هجمات قليله قوي. طبعا دي تحسب طبعا للراجل، عمل تكتيك كويس. كان لعبنا 4-4-1 وكنا كلنا تحت الكوره بنقدر نلعب كويس، بنقدر نعمل استحواذ، ما خوفناش وان احنا ناقصين ان احنا نبدا ويلعب نفس لعبنا. عندنا استحواذ كويس، بتقدر توصل بالكوره بسلاسه، عندنا فرص ضايعه. فاعتقد الحمد لله زي ما قلت لك البطل لازم يلعب في كل ظروف. وارد جدا ان انت تلعب في افريقيا، انت عارف التحكيم في افريقيا، وارد جدا ان انت تلعب ناقص. فاعتقد الحمد لله دي برده بروفه كبيره لينا واستعداد كويس برده ان لو الله حصل الموقف ده يبقى انت قدرت تلعب عليه. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره من المباراه، ان شاء الله اعداد كويس لينا ونفصل الحمد لله بقى، وبنبدا ان شاء الله نفكر في مباراه الوداد ان شاء الله. كابتن سامي، مباراه كبيره جدا اثنى عليها الجميع من ديانج النهارده لعب مباراه كبيره جدا في نص الملعب، في وقت من الاوقات كان بيلعب كديفندر وحيد. طبعا ديانج عامل مباراه كبيره قوي، بس برضو ما تنساش ياسر، ما تنساش حمدي، احمد فتحي، محمد هاني، كل اللعيبه، حسين الشحات، قفشه رغم اللي هو ضايع بنتي لكن عامل مجهود كبير جدا، جونيور، الشيخ لما نزل، شادي لما نزل. لا اعتقد عجباني الروح دي يا كابتن سامي، لان هي عنوان النادي الاهلي. هو النادي الاهلي عمره ما بيفكر في لاعب واحد بس، ده مجموعه وكيان بيلعب في كتله واحده وعندهم هدف واحد. يعني فاعتقد ان كل اللعيبه ادت مباراه كويسه، ممكن ديانج عمل جهد بدني اكبر لكن في لعيبه برده ادت اداء كويس، وهو ده اللي احنا عاوزينه. يعني ان شاء الله في كل مكان عندنا افضل ناس ان شاء الله. الجماهير عايزه تطمن على خروج بادجي، وهل كان لرؤيه فنيه ولا اشتكى من اصابه، وتغييره ايضا كهرباء قدرنا نطمن عليه من خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ. لا، هو الراجل فضل طبعا اللي هو الشوط الثاني اللي هو يبقى عاوز مواصفات خاصه، خصوصا ان احنا لعبنا 4-4-1، فكان عاوز واحد بمواصفات خاصه يقدر يرفع الكوره، يقدر يستنى الناس لما تطلع، يقدر يحافظ لك على الكوره كويس، يعمل عمق دفاعي كويس بوسط الاثنين مساكين، يقلل الضغط من عينيه. اعتقد الشيخ ادى برده مردود كويس، انما تغيير فني مش تغيير لاصابه. يعني كان في بعض يعني السيناريوهات اللي ممكن تتفرض عليها في ماتش الوداد، بنشوف كنا كهربا شفناه في مركز راس الحربه، الشيخ في مركز راس الحربه، الحريه اللي موجود فيها لعيبه النادي الاهلي، يعني اكتر من لعيب بيلعب في اكتر من مركز، بتدي حريه للجهاز الفني ان انا اغير في طريقه اللعب اكتر في اكتر من توقيت. هو الراجل بيحب كده، بيحب ان اللعيبه تلعب في اكتر من مركز يعني، ويمكن هو ده اللي بيدي حريه للعيبه، تقدر تتحرك كويس، مش مهم انت تبدا ناحيه اليمين، ممكن تتحرك ناحيه الشمال، بس لازم يكون في كل بوزيشن في لعيب يعني. فهو ده بيلعب بلا تمركز، بيعملها كويس واللعيبه اديتها كويس. يمكن شفت الماتش اللي فات برضه نفس القصه، لما ترجع للجون اللي احنا جبناه، احمد الجون مروان الثاني، هتلاقي ان حسين الشحات كان بادئ هاف رايت، هو انها ناحيه الشمال، كان وليد سليمان هو اللي في فرود، ومروان كان مكان وليد سليمان، وجونور كان الناحيه الثانيه مكان حسين. فاعتقد اللامركزيه دي بتديني افضليه، التحرك من غير كوره هو راجل بيفكر فيه كتير جدا، بيكلم اللعيب فيه كتير جدا. اعتقد الحمد لله اللعيبه يعني استوعبت الفكر بتاع الراجل، استوعبت افكاره اللي بيفكر فيها وتحضيرات المباريات ازاي وازاي يغير التكتيك ازاي. فاعتقد الحمد لله ايجابيه من الايجابيات برده زي ما انت قلت.
اخيرا من ضمن الايجابيات النهارده شفنا مهاره استغلال التسديد من خارج منطقه الجزاء. كان الاهلي فتره طويله ما استغلش هذا الامر، شفناه النهارده رغم انها ما حققتش اهداف بس بقت موجوده النهارده. ديانج اكتر من كوره، النهارده قفش اكتر من كوره، دي برضو من الحلول. الراجل اتكلم عنها بين الشوطين ان انت ممكن مش هتقدر توصل بكثافه في الثلث الاخير، فمهم جدا ان انت تفكر في التصويب، وده اللعيب الحمد لله برضو اديته كويس. قفشه عمل تصويبه كويسه جدا، كان بتخش جون. نفس القصه اليو، نفس القصه حسين، مش بنفس القوه لكن برضو هي محاولات، واعتقد الحمد لله زي ما انت قلت دي حاجه ايجابيه تحسب لينا، وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، وبالتوفيق ان شاء الله في رحله المغرب، وان شاء الله النادي الاهلي يوصل المباراه النهائيه وناخد البطوله ان شاء الله. دعواتكم ودعوات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان، اتكلم واستفاد في الكثير من الامور، وطمنا من خلاله ايضا على اليو بادجي، وان تغييره اليو بادجي كانت رؤيه فنيه لمستر بيتسو موسيماني في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ويمكن الكابتن سامي اتكلم عن ناحيه ايجابيه النهارده وهي التسديد على المرمى، ويمكن دي لاحظناها الثلاث مباريات الاخيره. ويمكن عندنا حاجه غريبه جدا، النادي الاهلي السنه دي جات له 13 كرة في العارضة من تسديدات، 6 منهم بس قفشة. لا قفشة يعني يعمل ايه بقى؟ يذبح ولا يعمل ايه؟ يذبح يا كابتن. كابتن يعني يذبح، لازم يذبح. اه والله بجد يذبح، ايه المشكلة؟ لا والله يذبح. اه والله ايه المشكلة؟ هي متهيألي بتبقى عدم توفيق. يعني بص النهاردة في كرة في الدقيقة 75، بص المساحة ما شاء الله، وهو كمان من بعيد دي. أنت عارف يا كابتن كل الكور اللي حضرتك قلت عليها الست كور دول مفيش واحدة فيهم وحشة، يا إما فاول يا اما شوطه زي دي، يعني الجوال كلها عالميه. مظبوط يعني، لكن هو عنده فعلا سوء توفيق غير طبيعي بصراحه. لا ودي مسافه بعيده جدا. اه واحده تقريبا في ماتش الحرس حلو، في ماتش ايه برده، هو عنده سوء توفيق غريب. طيب عموما معانا نادي الوداد ارقامه خلال مباريات الدوري كابتن علاء. نادي الوداد لعب 30 مباراه، نهى في الترتيب المركز الثاني، عنده من النقاط 59 نقطة، فاز 17 مرة، هزيمة 5 مرات، تعادل 8 مرات، له 52 هدف، وهو أقوى خط هجوم في المغرب. عليه 28 هدف، يعني على الرغم من أنه أقوى خط هجوم إلا أنه نسبيا في ضعف في خط الدفاع، تقريبا هدف في كل مباراة. هداف الفريق برضو عنده 8 اهداف كزاري زي وليد سليمان. ايه اللي جاي الماتش الوداد اللي يقدر يعمله مستر موسيماني في الفتره اللي هي ناقص تقريبا 5-6 ايام؟ هي الفتره دي خلاص هو قفل بقى صفحه الدوري تماما، هيبدا يركز في حاجتين مهمين قوي ايمن، طريقه اللعب وهيشوف اللعيبه المتاحه قدامه ويشوف الناس المصابه اللي ممكن يلحقوا مباراه الوداد. هو ده تفكيره خلاص دلوقتي، كل شغله الشاغل هو تقريبا 90% زي ما كنا متفقين ان هو خلاص بقى عنده اللعيبه اللي ممكن تبدا المباراه. كويس. هيلعب ازاي؟ دي حاجه في دماغه هو محدش يعرفها، وان هيبدا. اتفضل. لا ما احنا عايزين نتكلم على ايه الطريقه المناسبه لمباراه الوداد. ما هي المناسبه دي على حسب رؤيتي انا. غير رؤيتي انا. انا انا على رؤيتي انا. انا ما غيرش رؤيته. يلعب نفس الشكل 4-2-3-1، يلعبها عادي جدا ما فيش اي مشكله خالص. يلعبها عادي؟ عادي جدا ما فيش اي مشكله. خالص. هي بس انت ازاي هتقابل فين وهتقفل ازاي بالظبط، لكن ما لعبش مدافع. ما لعبش مثلا نص الملعب، نص الملعب ولا لا، او ازود حد واحد كام نص الملعب واقلل المدافع. لا 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 خالص. وانا ليه بره ما اطمعش في هدف وانا عندي امكانيات؟ ايوه ليه ما اطمعش في هدف؟ ليه؟ وسهل جدا اجيب هدف بره. دايما بره انت ممكن تجيب هدف اسهل من لما بتلعب على ارضك. انك بتلعب بره الخصم عايز يسجل فيك اكبر عدد من الاهداف، لانه عارف انه بيرجي لاعب النادي الاهلي. طب ممكن نقف هنا، ممكن نقف هنا بعد اذنك. ممكن نقف اثبت جدا جدا يعني جدا. يعني انت ممكن، انت بتقول ان ممكن النادي الاهلي هناك يعمل ضغط عالي زي ده؟ لا ما لعبش طبعا. لا 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 انا بقول يلعب عادي، لكن ما اقولش طريقه اللعب ايه. انا بقول لك يلعب عادي 4-2-3-1، انما تطبيقها ما اقدرش اطبقها بالمنظر ده كده ايمن. كويس. الا ممكن، عايز اقول لك ممكن ابدا ما يعني 5-10 دقايق ممكن ابدا كده على اساس يبقى عارف تعمل ضغط على الفريق الخصم، بس طبعا بتوازن كويس قوي والتزام كويس. لكن الطبيعي انك هتلعب هناك مش على قد ما تقدر، مساحتك مقفوله قوي، خطوطك كلها متقاربه جدا جدا جدا، ما عملش دفاع متاخر، بالعكس الدفاع متقدم شويه، ما سيبش مساحات للاعبي الوداد، ودايما الكوره معايا حافظ عليها اكبر وقت ممكن. هو ده اللي انا اعمله مع استغلال اي فرصه تيجي. لكن
انا من ما اعرفش انا من مش من هواة فكره ان انا اروح العب بره ارضي مدافع وشكلي بدافع وشتت من اول مباراه. ليه؟ انت نادي كبير ونادي الله ما شاء الله بطولاتك كبيره جدا ودخلت كتير جدا الماتشات دي ودخلت اختبارات اكبر من كده كتير جدا. لكن دايما حافظ على شكلك، حافظ على طريقه لعبك، لكن الشكل نفسه في الملعب بقى مختلف. الوظائف بتاع اللعيبه كلها مختلفه. هبدا منين؟ هقابل ازاي؟ هقفل ازاي؟ الاطراف تشتغل ازاي؟ هو ده. لكن شكلك انت او شكلك هتبدا ازاي ما تغيرش فيه اساسا. طيب هنروح للمغرب ومعانا الاستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطه النقاد الرياضيين بالمغرب، وهيقول لنا اللي حصل في المباريات الثلاثه النهارده للوداد والرجاء ونهضه بركان. مساء الخير يا استاذ عبد اللطيف، منور قناه الاهلي. مساء الخير استاذ ايمن شوقي، انا سعيد بالمشاركه معكم في برنامجكم القيم، ومن خلالكم احيي الجماهير الاهلي بصفه خاصه والجماهير المصريه بصفه عامه، وايضا احيي الضيوف الذين يتواجدون معك في الاستوديو. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ لطيف. كنا عايزين نعرف ايه اللي حصل النهارده في المباريات الثلاثه بالنسبه للوداد والرجاء ونهضه بركان. وفي الواقع اليوم كره القدم المغربيه عاشت لحظه تاريخيه ومفصليه غير مسبوقه. انتم تعرفون بانه نعيش في موسم استثنائي بسبب جائحه كورونا، والدوري المغربي مثل ما عندكم في مصر، الاتحاد المغربي لكره القدم انتصر لمبدا او لخيار استكمال الموسم، فحضرت تشويق، حضرت مظاهر التشويق والإثارة والحماس إلى حدود الدورة الأخيرة، وعاشت الجماهير الرياضية المغربية خاصة أنصار نادي الرجاء والوداد وأيضا أنصار نهضة بركان عاشوا لحظات ممتعة، لحظات أيضا متعبة من الناحية النفسية، كان هناك القلق يستاور كل جمهور على حدة، ولكن حضرت الإثارة والتشويق، وأعتقد بأن الذي انتصر في نهاية المطاف هي كرة القدم المغربية، لأنه كانت الإثارة والتشويق وكانت الأهداف وكانت أيضا المباريات على مستوى عالي من الأداء، وأيضا حضرت مجموعة من العوامل التي جعلتنا نحن الآن في المغرب نقول بأن الدوري المغربي يستطيع أن يقطع أشواطا كبيرة نحو تطوير مستوى ونحو تقديم مردود أفضل، ولكن اليوم نحن فخورون بالمستوى الذي مرت فيه مباريات الجولة الأخيرة، خاصة بين مدينتي الرباط والدار البيضاء. مدينة الرباط احتضنت مباراة الفتح الرياضي ضد الوداد الرياضي حامل اللقب، ومدينة الدار البيضاء مركب محمد الخامس احتضن مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي، الجيش الملكي الذي ليس له ما يخسره، ولكن جاء ولعب مباراة كبيرة وحاول أن يبخر حلم الرجاويين في التشويش باللقب، علما أن الرجاء لم يتوج باللقب منذ 7 سنوات، بينما الوداد كان يبحث عن لقبه 21 والرجاء كان يبحث عن لقبه 12، والأمور حسمت بشكل مثير في آخر دقيقة من عمر مباراة الرجاء والجيش الملكي، لأن الرجاء كان متخلف بهدف لصفر وسجل هدف التعادل ثم سجل هدف الفوز في اللحظة الحاسمة من المباراة، في الوقت الذي كنا نعتقد أن اللقب سيذهب لنادي الوداد الرياضي الذي عاد من مدينة الرباط بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد. شايف ازاي مواجهة الوداد والنادي الاهلي والرجاء ونادي الزمالك في سيمي فاينال بطولة افريقية؟ اعتقد بانه كل مباراة هي تمثل نهائي، فالوداد ضد الاهلي المصري، الفريقان معا سبق لهما التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا، وان كان فريق نادي الاهلي المصري يعتبر حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب الافريقي، اعتقد بان المباراه تمثل في حد ذاتها نهائي بامتياز بين فريقين لهما تجربه كبيره على الصعيد الافريقي، خاصه بالنسبه للاهلي وايضا للوداد الرياضي الذي على ما اظن هو يحضر
في هذه الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الخامس على التوالي، بمعنى أن نادي الوداد الرياضي لم يغيب عن دوري أبطال إفريقيا في السنوات الخمس الماضية. بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك هي نفس الشيء، فهو أيضا بمثابة نهائي بين فريقين أيضا لهما التجربة على الصعيد الإفريقي، وأعتقد المباراة بالنسبة إليهما تمثل سيناريو لآخر نهائي، وهو آخر نهائي خاضه نادي الرجاء الرياضي يعود إلى سنة 2002 على ما أعتقد ضد الزمالك، النهائي الذي خسره الرجاء ضد نادي الزمالك. منذ ذلك الحين لم يتمكن نادي الرجاء الرياضي من الوصول إلى المباراة النهائية، بينما كانت هناك تجربة ما بين الوداد والأهلي، وأعتقد بأن الآن نادي الأهلي المصري هو يحدوه الطموح لرد الاعتبار على خسارته منذ حوالي 3 سنوات، خسارته للقب الإفريقي ضد الوداد الرياضي. ولكن على كل حال نحن كنا نتمنى أن يجري الدور نصف النهائي في ظروف أفضل، أن يكون هناك حضور للجمهور. أنا لا أعرف هل في مصر هناك محاولات لكي يحضر الجمهور مباراتي الإياب، الأهلي ضد الوداد والزمالك ضد الرجاء، بل نحن نتأسف لأن المباراتين معا ستلعبان في المغرب بدون جمهور. وتعرفون بأنه الجمهور، حضور الجمهور هو شيء أساسي يضفي متعة خاصة ويضفي جاذبية خاصة على مباريات كرة القدم. ولكن أتمنى أن هذا الطبق الكروي الكبير، هذا الرباعي، رباعي يمثل قاطرة كرة القدم في إفريقيا، نتمنى أن نشاهد مباراتين في المستوى الكبير ذهابا وإيابا، وأن تطغى على المباراتين مع أن تطغى عليهما الروح الرياضية بإذن الله. ونشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة النقاد الرياضيين في المغرب. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيمية لمباراة اليوم. أرجوكم انتظرونا.